حسين بيه كان عايز ناجي الاسبوع اللي بعده، بس انا كان عندي ارتباط في دبي، كان لازم اطلع ادي محاضره في الجامعه الامريكيه هناك، لان يعني انا شايف ان احنا انا كنت جاي هتكلم في حاجه غير اللي انا، ما انا غيرت رايي وانا جاي في الطريق. انا كنت جاي اتكلم في سلوجان كده انا كنت عملته في السودان، اسمه اكتشف ذاتك، حرر قدراتك، حقق حلم حياتك. يعني لما تكتشف نفسك فتقوم تقدر تحرر قدراتك. الانسان عنده قدرات لا محدوده، لا محدوده، بس هي المشكله ان احنا بنكلم نفسنا ازاي. الحوار الداخلي اللي بين الانسان ونفسه من اخطر انواع الحوارات الصامته اللي بتحد من قدراته او تزيد من قدراته. انت بتكلم نفسك ازاي؟ طبعا معالي النقيب المحترم حسين بيه اما كلمكم على الرقابه الاداريه، الرقابه الاداريه جهاز قوي جدا طبعا، وجهاز رقابي. يعني احنا لما بنيجي نحضر قضيه ويبقى اللي عامل المحضر الجماعه بتوع الرقابه الاداريه، بتبقى احنا، هو الحقيقه هم بيعملوا ايه؟ هم بيبحثوا عن الادانه واحنا بنبحث عن البراءه. ده الفرق بيننا وبينهم. هم بيحاولوا يدينوا واحنا بنحاول نبرأ. في منهم ناس، انا ما بتكلمش عن الرقابه الاداريه بذاتها، في ناس بتدين لمجرد الادانه. يعني انا كنت مره بحضر، كان عندي حد من صحابي اخوه مهندس في شركه كبيره، وبعدين اتمسك بيتعاطى مخدرات. تعاطي، انا ما باخدش قضايا اتجار خالص، دي وجهه نظري الشخصيه، انا ما باخدش قضايا اتجار مخدرات، ما باخدش قضايا اداب، ما باخدش قضايا سرقه. لو اللي جاي لي له سوابق، لو ملوش سوابق يبقى ممكن يبقى ما عندوش، الاتهام مش في محله. لان احنا نخلي بالنا الجماعه بتوع الشرطه بيبقى عندهم جدول كده، الجماعه اللي هناك محددينه لهم، هو لازم يجيب 20 قضيه مخدرات الشهر ده، لازم يجيب 10 قضايا اداب، لازم يجيب 10 قضايا سرقه، ده جدول هم ملتزمين بيه. فطبعا احنا فاهمين احنا كمحامين ان هم 90% من القضايا، بلاش 90 عشان ده رقم كبير، 60% من القضايا بيشيلوها للناس. تمام؟ فهو بيبحث عن الادانه. انا هحكي الموضوع ده بسرعه كده، لان ايه؟ الضابط ماشي كاتب في محضره، اثناء سيرنا في دائره قسم المركز اشتممنا، ومعرفش اشتممنا دي لغه ايه، فهو كاتب كده فعلا، اشتممنا رائحه نبات يرجح انها ماده جواهر نبات الحشيش. اشتممنا، بقول اشتممنا، شم ظابط، ظابط شمام. ف واخدين بالكم؟ فتتبعناها فوجدنا باب نصف موارب، فدفعناه باقدامنا ودخلنا، وجدنا مجموعه من الاشخاص والاشقياء. هم طبعا لفظ اشقياء ده بي 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 بيطلقوه على الناس الجنائيين، يتعاطون ماده جواهر نبات الحشيش. فهو طبعا دخل عمل ايه؟ دخل بالدخلة بتاعت الجماعة بتوع الشرطة، شاط البتاع اللي بيشربوا فيها الجوزة اسمها، وراح محرز أرجيلة؟ نرجيلة. لا، الشيشة دي بتشربيها في الكافيه. لا لا لا، مش الشيشة التانية، برطمان كده حضرتك، ومعمول له بوصة. اعترض على البوصه. برطمان وعاملين له بوصه كده، وبيحطوا حجر ويبصموه، اللي هو ياخد حته الحشيش يقعد يعملها كده، وبعدين يحطها عليه ويحط الحجر فوقها ويشرب. فالمهم الزبون حرز 28 حجر وحته حشيش بتاعت مثلا نص وقيه. كانوا هيشربوها يعني، الحقيقه يعني دماغهم حلوه يعني.
فالمهم صاحبي ده جاب لي المحضر، فانا عمال اقرا المحضر. انا عايز انصحكم بحاجه في 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 المحاضر، لما تقرا محضر اقراه على الاقل 7 مرات، كل مره بتقرا بيكشف لك حاجه غير اللي قبلها. لازم لازم يكشف لك حاجه قبل ما يبتدوا المحضر. بمناسبه برضو احنا ايه عايزين نتكلم نحدد الكلام على ضباط الشرطه، عشان بس سياده اللواء. اتفضل هنا يا سياده اللواء. علي باشا تعال. لا يا فندم، لا لا تتركش يا احمد، انا هحاول معاك شويه. امال انا هناقش ازاي؟ اه يا فندم باشا، نخلي كلامنا على خفيف على ضباط الشرطه، عشان سياده اللواء نائب مدير امن. لا خلي بالكوا، ولا بتوع الرقابه الاداريه ولا بتوع الشرطه اليوم اي ولايه علينا خالص، طالما ما فيش ادانه ولا ما فيش تلبس ولا في حاجه. فالولايه علينا لضميرنا. فقريت الورق مره واثنين وثلاثه مش لاقي حاجه، وبعدين جه تقرير الطب الشرعي. فمكتوب في تقرير الطب الشرعي عبارة واحدة: مادة جواهر نبات الحشيش غير محترقة. أنا خلصت القضية بكلمتين، قلت له يا ريس هو شم إيه؟ هو شم إيه بالظبط؟ لو هو حرز الحجر اللي كان في الجوزة كانت العيال دي كلها لبست قضية على طول، فيهاش مناقشة يعني. لكن هو عشان خدوا العنجهية فشاط البتاع فطير الحجر، فكانت النتيجة ان هو بوظ القضية بتاعته. احنا لما بنتكلم على الرقابة الادارية جهاز رقابي محترم جدا، في بالضرورة بيشتغل على اجهزة الدولة الإدارية، وطبعا بيشتغل أضافوا له اختصاصات كتيرة، قضايا الأموال العامة وقضايا متعددة داخلة في نفس السياق. أنا مش عايز أبعد عن الموضوع، أنا عايز أقدم لكم ضيوفنا معالي اللواء دكتور يوسف جلال، وكيل أول جهاز الرقابة الإدارية والمشرف على قطاع التدريب في الرقابة الإدارية لمدة 15 سنة. نحييه بعد اذنكم. معالي اللواء اشرف توفيق، الباحث الكبير والمحلل احد افضل الناس اللي بتكتب تقارير استراتيجيه في مصر، وواحد من الباحثين في علوم النفس من جامعه هارفارد في انجلترا وامريكا. أنا وأنا جاي في الطريق عمال أقول لنفسي، على فكرة الكلام اللي الإنسان بيتكلمه بيبقى رزق السامع، يعني اللي بيسمع. قعدت أفكر إحنا واقفين فين؟ إحنا عندنا كلنا ضرب كبير، الظروف المحيطة بينا في الوقت ده اللي إحنا فيها، الغلا والتوتر والضغوط وكل الامور دي. طيب احنا كبشر عشان نخرج من الدايره دي المفروض نعمل ايه؟ حد عنده اقتراح؟ احب اسمع حضرتك. لا بص اقول لك حاجة، انت لو ابتديت لي حسي كده، يعني انت لو داخل تترافع في مرافعة، اولا انت شخص حسي قوي، يعني من النوع بتعتمد على العاطفة جدا. انا بتكلم ده كلام طاقة، فانت من النوع اللي بتسمع اكتر ما بتتكلم، ومن النوع اللي بتحب التحليل قوي، ومن النوع اللي ما بتاخدش قرار بسرعة.
مش كده؟ تمام؟ طيب ايه يا فندم؟ تقول ايه؟ لا لا سمعني. طيب لما تدخل على القاضي بقى تدخل عليه الدخلة بتاعت الهدوء اللي انت داخل بيها دي، تمام؟ هيزعل. فانت قول لي بقى ايه اقتراحاتك ان احنا انك تخرج نفسك من حالة اللي احنا فيها دي. ولو اصطدمت برافو عليك حيو بعد اذنكم. بصوا انا اتفضل انا اسمع واحده من الجنس اللطيف حضرتك. مفيش حاجه اتنين من الجنس اللطيف ماما. ما هو الراجل باتنين ستات. لا ده فين ده؟ لا 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 ما تاخد لا خالص. الشهادة عندنا الراجل باتنين ستات. يلا اتفضلي. كويس. فكرت ان انا اتكلم الاول في ان ازاي انت تكتشف نفسك. انت عشان تكتشف نفسك لازم تعرف انت طلعت من تحت لفوق ازاي. يعني ايه اللي عمل المنظومه والهويه دي. انا المره فاتتك ما كانش فيه داتا شو فما حاولتش ان انا اخليكم تتعمقوا في الموضوع، بس كويس ان النهارده سياده النقيب قدر يوفر لنا الداتا شو فنقدر ندخل في رحله اسمها كيف يعيش الانسان الداخلي والخارجي. أنا دايما مؤمن إن إحنا عشان نتلمس شيء لازم نقرأ الأحداث، نقرأ الحدث. كنت بتفرج من امبارح في فيلم أجنبي، أنا مش فاكر اسمه بس هو بتاع ممثل اسمه جيت لي. مختصر الفيلم إن هو في جزء خيالي شوية، هم حاطين له على صدره لفيفة فيها كل القيم والعادات والتقاليد بتاعت الساموراي اليابانيين القدامى. وبعدين قالوا له انت عشت مدة طويلة قوي فلازم تتنقل اللفيفة دي منك لحد تاني، لازم تدور على واحد يكون نقي روحه نقية. فالراجل مدته قربت فعمال يدور، قاعد يدور 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 مش لاقي حد. وبعدين قاعد في بيته بيصلي صلاته اللي هي البوذية اللي هي الديانة بتاعت الجماعة بتوع اليابان دول. وبعدين دخل حرامي يسرقه. أنا معرفش هو شاف الحرامي ده ازاي ان روحه نظيفة. فأنا مش هممني من الفيلم ده كله غير عبارة واحدة. بعد ما نقل جيتلي للراجل ده البتاعة اللفيفة دي على صدره فبيقول له وهم واقفين في مشهد النهاية على محطة القطر وهو بيركب القطر عشان يمشي والتاني عشان يبتدي الطريق اللي هو مشيه في الأول، هو الطريق فين؟ هو بياخده يهدي الناس للطريق إلى الله. النهاية كده، ده الهدف، ده التارجت. فقال له اديني
قل لي حاجة قبل ما تمشي. قال له أنا هقول لك عبارة واحدة بس. قال له كن سعيدا بما لديك. ده الفيلم وده الأساس اللي احنا هنبني عليه النهاردة. كن سعيدا بما لديك يعني لازم ترضى باللي معاك واللي في ايدك. اذا نظرت الى المفقود ستفقد قيمة الموجود. دي القاعدة دي القاعدة تمام؟ طيب البني آدم بيبتدي ازاي؟ في حاجة اسمها منظومة قيم. المنظومة القيم دي مقسومة قيم دينية، قيم أصدقاء، قيم مجتمع، قيم عائلة، قيم مدرسة، قيم إعلام. احنا الكلام ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. ماذا ارتباطك بعباداتك؟ هل تؤدي واجباتك؟ هل تعمل بها؟ ما هو ارتباطك بما تعمله من واجباتك اتجاه ربك؟ برضو كل ده احنا اتكلمنا فيه. انا عايز اوصل لحتة تانية، قيم القبيلة او العيلة، الاب والام، تعليم الدين. على فكرة جزء كبير قوي يعني بالنسبة لاخواننا المسلمين واخواننا المسيحيين، لو علمت ابنك الفاتحة في المسلم في الدين الاسلامي بقت مكتوبه لك لغايه ما تموت لانه بيصلي بيها. وفي نفس الوقت اخواننا في الدين المسيحي لو علمت ابنك ياخد طريقه للكنيسه فبقى ده طريقه اللي ممشيه لحد ما يموت، وانت تموت بتاخد حسنات. جزء كبير جدا من ارتباط البنات بيبقى مرتبط بالصورة الذهنية بتاعت الأم، هي شايفة أمها إزاي. البنت طبعا. إيه ده؟ الأب القدوة، بس الأب أكتر. لكن إحنا على فكرة إحنا من أكبر مشاكلنا انهيار القدوة. مين القدوة؟ مين القدوة من وجهة نظر أي حد من الموجودين؟ حد يقول لي حد قدوة، أي حد. مين يا فندم؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. جزء كبير من مشاكلنا كبشر بيبدأ لأن أنت بترسخ في ذهن الطفل أول 6 سنين من عمره دي أخطر مدة. أخطر مدة. أعرف حد عايز يصلي وبعدين ابنه سيبني أدخل التواليت وبعدين أتوضى وأصلي معاكو. قال له لا أصلي الأول. الولد وهو بيصلي عمل تواليت على نفسه. لا خدوا بالكم بقى من اللي جاي. عدى الموضوع ده. الولد ده كبر والولد ده في الجامعة دلوقتي. الولد ده أصبح مترسب في السبكونشنس بتاعه، العقل الباطن. كل ما يجي يعمل إجراء خارجي بره البيت لازم يدخل الحمام الأول. لأن بقى جوه عقله الباطن إنه اتزنق. ما تحطوه بصوره. ما تصعبوش الحياة على بعض، سهلوها سهلوها. ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عشان ييسروا الحياة علينا. احنا بنصعبها على بعض، احنا ما بنسهلهاش خالص على فكرة. ودي مش دي من مشاكلنا. العيلة الكبيرة اللي هي بيت العائلات والأهل والمبادئ، المعاملة، مبدأ الاحترام، الصدق. مين ما بيكذبش؟ يا نهار اسود كلكم بتكذبوا ولا ما حدش رفع ايده خالص؟ ليه؟ ليه؟
ليه ما فيش حد ما بيكذبش؟ ليه بصحيح؟ ما حد ولا واحد رفع ايده. اتفضل فهم. وبنعمله وبيتعمل طبعا وبيتعمل. ممكن يكون عامل كويس جدا يعني بينه وبين ربنا عمل فيه ولحظه ضيعها. دي كلها مع النفس البشريه دي حساسات. مشكلتنا الكبيره ساعتنا مهمه جدا. مشكلتنا الكبيره كلنا اتفضل النفس مصيبه. احنا مش مشكلتنا الشيطان على فكره. الشيطان اسهل من النفس بكتير. انت عشان تفرق بين الشيطان والنفس، الشيطان بيعمل معاك اربع حاجات قلناهم قبل كده. النفس هي اللي بتفضل تلح عليك، تلح طب وتلاقي لك مبررات، يعني تحاول دايما تديك مبرر. النفس طبعا نفس لا ده العروض دي في السوبر ماركت. كيفية مواجهة المشاكل؟ احنا اغلبنا كبشر بيدخل جوه المشكلة ويعيش فيها، ما بيعيش الحل، يعني ما بيلاقيش حلول. يعني انا دايما لما باجي ادخل في مشكلة ابتدي افكر، طب المشكلة دي تتحل بالعلاقات، ده مثل. طب تتحل بالتفاهم، ده مثل تاني. طب تتحل بالفلوس، ده مثل ثالث. طب تتحل بالوقت، في مشاكل لا تحل الا بالوقت، سيبها اركنها. ليه؟ لانك انت عملت كل اللي فات ده، فاضل انك تسيبها للوقت، لان ربنا سبحانه وتعالى مش رايد في الوقت ده انها تتحل، فسيبها اجلها. ده مش تاجيل، ده مش تسويف، ده تاجيل لمشكله بعد استنفاذ الطرق الثلاثه اللي قبل كده. قيم الاصدقاء، انتوا بتختاروا اصحابكم ازاي؟ طبعا في صديق سيء وفي صديق صالح. دي حقيقه. انا على فكره الجيل الجديد غريب قوي. ابني امبارح واحد صاحبه، ابني عنده 20 سنه في ثالثه جامعه، لقيته داخل عليا فجاه منهار بيعيط، مالك في ايه؟ واحد صاحبي اسمه جمبري مات. ايوه انا بتكلم جد، اقول له اسم تاني غير كده، هم بيقولوا له جمبري. هم في مدرسه اسمها سانت فاطمه في مدينه نصر، كانوا فدول صحاب من ابتدائي. فصاحبهم ده راجع من الساحل الشمالي، دخل في مقطوره مات، هو اللي كان سايق، واصحابه الثلاثه التانيين اللي كانوا حد من جروب غيرهم يعني اتبهدلوا في المستشفى خالص. فراحوا كلهم يدفنوا الولد. أنا عايز أقول لكم إن الجيل الجديد ده، يعني أنا ابني ده بحاول بقدر الإمكان أدخله جوه أسرة، وأنا من عيلة يفترض إنها عيلة مترابطة قوي، لكن هم ليهم قيم لوحدهم الجيل الجديد. الولاد كأصحاب مرتبطين ببعض أكتر من عائلتهم. فهم النهاردة وإحنا قاعدين كده كلهم، كل الجروب بتاعهم في المقابر بيقولوا له قرآن. خرب بيتك، ده انت ما رحتش لابويا انا كده. بصراحه ما بيروحوا، يعني هم عندهم ارتباط. خلي بالكم بقى من حاجه، ده السم في العسل، دي القيم الغربيه اللي دمرت المجتمع ده.
المجتمع المصري والعربي بوجه عام. الصالح بيبقى معاك في كل وقت، بيساعدك على عمل الخير، ما بيوفرلكش شر، بيدخلك في بيبعدك عن كل السلوكيات الغير سويه. هي البتاع دي عايزه تترفع شويه بعد اذنك، الداتا شو عايزه تترفع شويه. دخلنا في قيم الجيران وقيم المنطقه السكنيه وقيم زملاء العمل و تاني وبعدين قيم المدرس وقيم المجتمع الدراسي. قيم الاعلام هي الاخطر في هذا الوقت لانها تشكل 65% طبقا لاحدث الاحصائيات العالميه ووجدان وثقافه وعي الشعوب. انا هبتدي اتكلم كمان في التلفزيون الاسبوع اللي جاي 11 حلقه اسمها منظومه الوعي، على الوعي الاولى. الوعي احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الوعي. الوعي بيمثل 90% من حياتنا، وبعدين بيعمل روابط بقى. دي المهمه اللي انا عايز اعملها لكم، الدوائر الداخليه لبناء الشخصيه والهويه والسلوك دي مهمه. عباره عن ايه؟ مبررات تودي لقيم، تعمل الذات، تعمل السلوك الخارجي، وبعدين التوجهات والتوقعات. سوري، مبررات، قيم، ذات، توقعات، توجهات، سلوك خارجي. الدائرة الأولى طريقة حياتنا بترجع الاختلاف بين الناس اللي منظومة القيم اللي يجعل كل فرق. كل واحد فيكو هو نتاج بيئة. انت جيت منين؟ انا اتخلقت ابن بواب مثلا، غير اللي اتخلق ابن بتاع فرن، غير اللي اتخلق ابن ضابط. انت ما بتختارش اهلك، انت بتختار مستقبلك. انت عايز تعمل مستقبل ولا لا؟ عايز تفضل مكانك خليك، هتكبر في العمر ومش هتكبر في التجربة. الدنيا بتمشي عليك وانت واقف مكانك. انت اخترت، انت اخترت ده، محدش اختار لك، انت اللي اخترت. اكبر انسان ناجح الناجح في الفشل، اللي ما عندوش هدف. في حد هنا ما عندوش هدف؟ كلكم عندكم اهداف؟ فعلا؟ طب حضرتك هدفك ايه؟ هدفك ايه؟ انك تكبري في شغلك. انت متجوزه؟ ان شاء الله تتجوزي باذن الله. هو اتعموا الرجاله اتعمت الحياه. يعني انت هدفك اول حاجه انك تكبري في شغلك. الهدف اللي بعده، اللي بعده كويس، اللي بعده اتفضلي اقعدي. طب عايز حد من الشباب الواعد الصاعد الجميل ده يطلع يقول لي ايه هي اهدافه؟ وعايز يعمل لهم يعني لو انا لازم اختار؟ اتفضل. أني واحد ده؟ لا أهدافه إيه؟ سيادتك تقدر تقول لنا أهدافك بعد الستين؟ قبل
فاحنا عايزين القدوه الحسنه فينا، نبعد عن الكذب ونبعد عن الوسوسه والشيطان، ونكون مثل حي الملائكه تتخذنا قدوه حسنه. لكن احنا ما بنوصلش للمرحله دي، بنوصل كمان للاخطاء او الاخطاء زي الجنيه ده طلع، بدل ما طلع غرق يعوم غرق. القرارات تتخذها إما قرارات طائرة إما قرارات فاشلة. فإحنا عايزين نتعلم من الفشل إزاي نبدأ. هو الفشل خبرات، الفشل بيتحول لخبرة. بالمناسبة الكويت ما عندهمش فلوس يدوا مرتبات للناس لسه امبارح. ده الكلام ده مسجل بفيديو من عضو مجلس نواب كبير اللي ماسك لجنه الموازنه في المجلس بتاعهم. قال لك احنا ما عندناش الفائض المادي بتاع الدوله، ما عندوش فلوس يدي مرتبات للناس. انا عايز اقول لكم حاجه، الدوله المصريه ماشيه كويس قوي، واحنا عالميا في مشكله، في مشكله حقيقه. انا ما بحبش اتكلم في السياسه مبدئيا، لكن احنا عالميا عندنا مشكله حقيقيه. ايه هي؟ كورونا ابتدت 2020. خلي بالكم من حاجة، كل 200 سنة بيبتدي عصر. احنا ال 200 سنة اللي فاتوا انتهوا في 30/1/2020، ده كان عصر اسمه عصر التراب، كسرت فيه الغزوات والحروب والبحث عن ثروات الاراضي بلا 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 بلا. ابتدى عصر اسمه عصر الهوى، ده هتكسر فيه الأوبئة. عشان كده في وباء ظهر بقاله 3 أسابيع. وأنا I think إن الدراسة السنة دي هتبقى أونلاين، ده رأيي الشخصي. هتسألوني ليه؟ أقول لكم معرفش، بس أنا عندي إحساس ده. ليه؟ لأن أما ابتدى عصر الهوى ده، ابتدى عصر اسمه عصر الأوبئة. والعصر ده هتكسر فيه التكنولوجيا، هتلاقيكم انتوا كل شويه بتلاقوا حاجه جديده تكنولوجيا طالعه، هتلاقوا عربيه من غير سواق، وهتلاقوا حاجات كتير. وبعد نهايه العصر ده التكنولوجيا هتنتهي تماما تماما. ده علم اسمه علم الفلك للي بيقرا في الموضوع. اوكي، فانا عايز حد بس من الشباب اللي هو لسه متخرج. مين لسه متخرج من الكليه؟ بقوم اقف بعد اذنك، اتفضل قول لي اهدافك في الحياه ايه. نعم فندم. يا نهار اسود، سافر بره؟ انت بتتكلم جد؟ عشان ثانيه واحده بس، عشان تعمل ايه؟ عايز تغسل صحون بره؟ ما عندناش صحون كفايه هنا. انا بكلمك جد والله. ما الناس الناس بتطلع بره تغسل صحون فعلا، مش هزار. طب انت بتفكر تسافر بره ليه؟ قول لي بعد اذنك. لا، علي صوتك. حب ايه يا فندم؟ مستوى العيشه بره احسن. ايه تاني؟ ده أول هدف بالنسبة لك؟ الهدف الوحيد؟ طب اتفضل، ربنا يخليك. اسم حضرتك إيه؟ تلفين. نعم؟ عبد الله. عبد الله القيمة الأولى بالنسبة له التغيير. هو عايز يغير. وشكل عبد الله اترفض. النقيب خده ومشي. وعبد الله اترفض. عبد الله اعتقد انه اترفض كده. لا، انا عايز حد يرتب لي واحد لسه متخرج يعني بقاله سنه ولا بتاع. مش عايز اختار بنفسي، عايز واحد يطلع كده زي المدموزيل اللي وقفت وقالت لك انا نمره واحد عندي. خلي بالكم من حاجه، انا بسال الاسئله دي ليه؟ انا بعمل لكم ترتيب اولويات. يعني هي ترتيب قيمها شغلها نمرة واحد،
عايز حد؟ اتفضل. بص، هو عنده هدف كبير ومجموعة أهداف صغيرة. اتفضل. الأهداف الصغيرة ديت بتخدم الهدف الكبير. برافو عليك. الهدف الكبير الأمان الأسري. فاهمني؟ إن أنا الأسرة بتاعتي كمان شوية. أنت متجوز؟ أه. برافو عليك. الأسرة بتاعتي كمان شوية ما تبقاش محتاجة حاجة. في نفس الوقت يبقى عند الأسرة بتاعتي أنا انك انت تطور من نفسك. انا بعتقد ان احنا اليوم اللي بيعدي عليك ما اضفتش لنفسك معلومة انت خسرت. يعني ما تقدمت يوم وخسرت وقت. لكن خلي بالك، الحاجة الوحيدة اللي هي ما بتنقص العمر، ما بتزيدش. احنا كل ما بنقدم يوم بننقص يوم، متناقصه. السلوك، التوجهات، التوقعات، المعتقدات. كل انسان لديه منظومه قيم تشكل شخصيته وترسم ملامح الهويه الذاتيه له، تكتسب في المراحل المبكره من حياته. انا هعمل هاند اوت او بري، يعني هعمل هخليهم يطبعوه عندي في المكتب وهسيبه لسياده النقيب لو حد يحب ياخده يصوره. تكسب في المراحل المبكره من حياه الفرد وتشكل وتتشكل بالتاثر بمنظومه القيم. تبدا بالوالدين ثم بقيم العائله والاصدقاء والمجتمع. المعتقدات، انت لما بيحصل لك اعتقاد، يعني احنا بنشكل قيمنا ازاي؟ من الاب والام الاول. انت الاب بالنسبه لك هو القدوه. انت بتشوف ابوك بيتصرف ازاي، انت بتتصرف زيه كوبي بيست. ممكن تكون ما بتحاولش تجود، كمان بتعملها مينلي زيها بالظبط، ما بتحاولش تعمل اضافه. المفروض انك انت يبقى عندك ابداع، تعمل كرييت لنفسك. فدي حاجه مهمه قوي. تغيير اي مجتمع في الدنيا بيبدا بقيمه. وفي مثالين مشهورين قوي، تركيا والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي دخلوا له البروسترايكا اللي عملها جورباتشوف. البروسترايكا طبعا الامريكان من اخطر شعوب العالم، وعملوا عندهم المخابرات السي اي اي بتشتغل بطريقه بايديولوجيه عنيفه جدا. فدخلوا في سباق مع الاتحاد السوفيتي طويل، فكان لازم يزرعوا رئيس جمهوريه هناك، كان جورباتشوف. وبعدين اللي جه نفذ بعديه يلسن. ليه؟ لان هو زرع حته انه يحط الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب. فعشان كده وقع الدولة السوفيتية فترة طويلة لحد ما جه بوتين، يعني قدر يلعب. والاتحاد السوفيتي نفس الكلام، سوري تركيا. احنا هندخل في رحلة داخل انفسنا في دوائر النفس البشرية. الدائرة الاولى مركزها الذات. دي بيبقى فيها ايه؟ فيها الايمان والعلاقات الروحانية، واللي هي اعمق ما يحمله الانسان من اتصال بينه وبين الله، وهي قاعدة القيم. القاعدة الأساسية في حياتك
الإيمان بيك وبينك ربنا. النمرة واحد واثنين وعشرة ومية وألف، لو دي فيها خلل انت حياتك كلها فيها خلل بالكامل بالكامل. انا هتكلم في حتة بالنسبة لولادي وزميلاتي واخواتي، في حاجة اسمها رحلة السقوط لأي بنت بتبتدي ازاي. الدائرة التانية القيم، الدائرة التالتة المبررات. المبررات اللي انت بتديها لنفسك عشان تحوز قيمة، انت عشان تدي لنفسك قيمة لازم تديها مبررات، وبعدين تديها توقعات، وبعدين تديها توجهات، وبعدين في الاخر بتبقى سلوك. ايه اسباب انعدام القيم عندنا؟ الفهلوة، تراجع قيمة العلم والعمل. الناس كلها عايزة تكسب، يعني اما تيجي تكلم اي شاب جديد تقول له انت هتبتدي بمرتب 3000 جنيه لسه متخرج، يقول لك 3000 جنيه انا عايز 10000 جنيه. طب معلش سوري، يعني انت بتعمل ايه عشان تاخد 10000 جنيه؟ هتقول لك ليه؟ ما الناس ما بتديكش فلوس عشان انت جاي قاعد عندها 7 ساعات او 8 ساعات. الناس بتديك فلوس عشان قيمة وقتك، انت بتعمل ايه فيه في الوقت ده. تراجع قيمة الاحساس بالامان، واعتقد كلنا حصل لنا الكلام ده في ثورة يناير مش كده؟ الاحساس بالامان. خلي بالكم من ضمن متطلبات البشر البقاء، الامان. بالمناسبة عشان اكمل لحضرتك الحتة دي لغاية ما يفتح، بس انا نكشتك كده ليه؟ لان احنا في حاجة اسمها الترتيب الامثل للقيم على البشر. نمرة واحد في حياتك العلاقة بينك وبين الله، نمرة اتنين المفروض في حياتك علاقتك بالكيان اللي ربنا ادهولك، صحتك، وبعدين اسرتك، وبعدين عملك. ده الترتيب الامثل. وبعدين الفلوس. لكن الناس، انا مش معنى كده ان انا بقولك ان دي وجهة نظرك انك عايزة تبقى محامية كبيرة. طب بتشتغل على نفسك عشان تبقي كده؟ لازم تقري كل يوم، لازم تطوري ادائك، لازم تعملي حاجة مش موجودة عند الباقيين خالص. عايز اقول لكم حتة كده وانا بقدر اتعابي في قضية. انا كنت لما ابتديت اشتغل في المحاماة، كنت لما باجي اقدر اتعاب في قضية بقول مثلا للموكل انا اتعابي في القضية دي 20,000 جنيه مثلا، انا ببقى عايز 15,000، فباخد منه مقدم مثلا 10,000 واقول له في هتدفع 5.5 وبعد وفي الاخر في نهاية القضية ناخد 5. انا ببقى مقدر لنفسي 15,000 بس. فخدت فلوسي، هو بيفاجئ ان انا في اخر القضية بقوله لا، الخمس تلاف الفضلين دول كومبلمنتري مني ليك. الناس والعقل البشري بيبني على اخر حاجة، بيبني على الاخر. فهيفضل فاكر لك كمحامي انك شلت له 5,000 جنيه اللي انت اصلا مش عايزه، بس هو ما يعرفش ده حديث بينك وبين نفسك. دي استراتيجية. ليه؟ عشان تقدر تكسب عميل كويس. بس طبعا مش عايز اتكلم في انك انت تبقى، يعني فكرة ان المحامي ليس مكلف باحداث نتيجة لكن مكلف ببذل عناية، انا مش معاه. انا مع ان المحامي يعمل كل ما في وسعه عشان يصل للبراءة للموكل اللي هو اختاره عشان يوصل بيه للشط اللي هناك ده. صح كده؟ مش كده؟ لما بذل عناية وتقلق ده كلام بيتهيأ. تمام. تراجع قيمة القدوة. غير ان الزميلة العزيزة قالت ان القدوة بالنسبة لي ابويا، ودي حاجة محترمة. انت والدك ووالدتك مع بعض؟
مين اللي حبيبك في ابوك؟ مش امك؟ مش امك؟ كان حنين. طب نقرا له فتحة. الطريق طريق حب الأب يمر عبر الأم. عشان كده أنا هتكلم في حتة الاختيار، أنت إزاي تختار لأولادك أم. بعدين قيمة القدوة بالنسبة لنا، للأسف احنا عندنا بقى قدوة جزء كبير منها الإعلاميين، الممثلين والناس اللي هي الموجودة على الساحة، اللي انا مش شايف اي حد فيهم قدوة حاليا. ناس ولا ايه؟ يعني دول انا مش عارف، دول مش قدوة، دول مش قدوة خالص. يعني واحد زي محمد رمضان ده مش قدوة اطلاق خالص. اي واحد من المطربين الموجودين ده مش قدوة اطلاق، الا ما نظر يعني، الا ما نظر منه. تراجع قيمة الاسرة، الاحساس بالاسرة، يعني مين هنا بيقعد يجتمع هو واخواته وابوه وامه ويقعدوا يتكلموا عن مشاكلهم مع بعض؟ 10 من العدد ده كله؟ الأسرة. ما أحيانا بيبقى الأب متوفي. انت فاهم قيمة العدالة الاجتماعية يا دكتور؟ أيوه. أحيانا بيبقى الأب متوفي. تمام. واللي بتبقى مسؤولة عن البيت أو عن أسرة الأم، وفي التوقيت مهم جدا، في سن معدل يعني سن خطر جدا، وهي المسؤولة. الأب مثلا اكيد تبقى ام عظيمة، اكيد. عشان كده لازم نعلق على كل الحاجات دي. تراجع طبعا، تراجع قيمة العدالة الاجتماعية اللي هو احساس الانسان بالظلم. في ناس بتحس وناس لا. انا عايز اقول لكم حاجة، اذا ما قدرتش تغير اي واقع تقبله. تقبل ده مهم قوي، مهم. طبعا غصب عنك. انتفاء قيمة الحب والخير، الخير المجرد انك تحب الخير للناس. لازم تحب الخير للناس، مش عشان مصلحة، الخير المجرد، الانتماء للوطن. زي زميلنا عبد الله اللي قال انا اول حاجة عايزها عايز اسافر. ايه؟ ان شفتوه في المعركه قتلوه. وانا عايز اقول لكم حاجه، انا سافرت تقريبا لفيت نص بلاد العالم، عمري ما قعدت بره مصر اكتر من 10 ايام، 15 يوم. مره قعدت شهر مع ابراهيم الفقي في الجزائر، كنت بموت. وعايز اقول لكم ان الجزائر دي بلد عامله زي اوروبا، احسن بلد في العالم مصر، مصر، واحسن شعب انتو، مع اي كلام يتقال، اي كلام تسمعوه من اي حد، احنا افضل شعب في الوطن العربي وفي العالم كله. مفيش الجدعانه ومفيش الرجوله ومفيش الشهامه ومفيش ده خالص في اي حد. انت هناك لو وقعت في الشارع محدش بيبص لك، ولا بيبصوا لك ولا بيشوفوك. دي بقى تفصيل انا هبقى اربعها واديها لمعالي النقيب. تراجع قيمة الأسرة، التفكك وغياب التراحم والفردية والاستغراق في المظهرية والتطلعات. التطلعات دي حاجة مهمة قوي. الاستغراق في المظهرية، التطلعات الشخصية. تراجع قيمة القدوة ليه؟ لأن المصريين ارتبطوا بفكرة الشخصية الكاريزمية،
طبعا انا مش مع او ضد، بس جمال عبد الناصر من الناس اللي اثرت في البلد دي كتير قوي بشخصيته. وبعدين افتقار الناس للقدوه وانتشار اخبار الفساد واصحاب المناصب العليا والسياسيين والمشاهير، تراجع قيمه الاحساس بالامان، تراجع قيمه العلم والعمل. احنا ليه بقينا نحتقر لغتنا كده؟ الشباب بيكتب لبعضه بالانجليزي المعرب ده مش كده؟ تراجع قيمة الانتماء الوطني، تراجع قيمة الاطمئنان والأمان، تراجع قيمة الحب، تراجع قيمة العدالة الاجتماعية. دي مهمة بالضبط. وإحنا بنختلف كده كل واحد حسب هو الترتيب الأنسب للقيم هو ده. أنا هنهي بحاجة مهمة أوي. السعادة، لو بصينا لكلمة السعادة، السين سلام، العين عطاء وعبادة، الدال دعاء، يبقى سادة الحياة هم من يجعلون من العطاء والعبادة سعادة في حب الله. دي السعادة. أشكركم وهدي الحديث لحضرة اللواء يوسف جلال. بسم الله لكل ابتداء، والحمد لله بلا انتهاء، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله في مبدأ كل أمر ومنتهى. يمكن طرح في الأول حاجه عن الرقابه الاداريه، انا ما كناش جايين نتكلم عن الرقابه الاداريه، وانا أساساً المنسقين للبرامج اذا كانوا يدونا فرصه ان احنا نتكلم على دور ومهام الهيئه الرقابه الاداريه في مكافحه الفساد. وحد بس اشاره كده بسيطه، هو طبعا ما اعرفش اذا جاز، يعني احنا بنقول مبدا من المبادئ ان احنا لازم نتعرف على بعضنا عشان نعرف نتعرف على الخالق سبحانه وتعالى. عرف ربه من عرف نفسه. الله سبحانه وتعالى مطلق، هو الله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة، موجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، موصوف بلا نهاية، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات والسنون، كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون، بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج الموحدون. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. الكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. والعارفون فنوا بأن لم يشهدوا سوى الإله المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الماضي والحاضر والاستقبال. فاحنا في أي لقاء بينشأ دايما خلاف بين مفهوم القدر دينيا والصراع دنيويا والمرونة لغويا، بين مفهوم القدر دينيا والصراع دنيويا والمرونة لغويا. ولذلك اللي درسوا في الأزهر الشريف بيقولك مثلا الصلاة تعرفها لغة واصطلاحا، لغة هي دعاء، واصطلاحا أفعال وأقوال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. لازم نحط الضوابط دي، لو اتكلمنا كده مش هنعرف نوصل لحاجة. هيختلط الحابل بالنابل والحشرات بالسنابل.
يبقى محتاجين ان احنا ايه نحط ضوابط، اللي هي دايما في حاجه اسمها المقدمات والضوابط. احنا لو جبنا محمد صلاح وهو نموذج حلو للمصري وقدر في دولة زي انجلترا يبزغ ويلمع نجمه، رغم ان في حاجة كده في النتوء اللوزي موجودة كده في ذاكرتهم ان هما دولة مستعمرة ومصر دي كانت احد البلاد التابعة ليها، والفايد عمل في البلد واثر في ودودي وفايد، يعني قصة صعبة انك تثبت نفسك وتعلي من قدر الأمة العربية والأمة الإسلامية ويسجد في الأرض وشباب صغيرين يقلدوه، لا قصة. فأقدر برسالة لعب الكورة يوصل رسائل ناس كبيرة وكتيرة ومتحدثة لم تستطيع أن توصلها. لو جبته وقلت له خد العب كورة كده في 3 كيلو ما ينفعش، لازم يبقى فيه حدود، في خط مرمى، في 18 حكم، وقت وراحة وإلى آخره يعني. فإحنا عايزين يعني إيه نحط بشوية مقدمات وضوابط. إحنا يعني هنحلق تحت العنوان اللي سيد المشار اختاره، وهو اكتشف ذاتك وحرر قدراتك وحقق حلم حياتك. فأولاً ابتداءً هو طرح سؤال في الأول، كيف يعيش الإنسان داخلياً وخارجياً؟ الدخلة يعيش هنا، إحنا طبعاً لازم نفرق بين العيشة والحياة. فالعيشة هتبقى ضنك، لو عيشة بس هتبقى ضنك، إنما الحياة هي معنى راقي. ليه؟ ومن يعرض عن ذكري عيشة ضنك. يبقى ما إن احنا نتعايش ونعيش وخلاص ونأكل عيش والقصة دي، لا، احنا عايزين نحيا. والحياة الحقيقية مش هنا، هناك في الآخر هي دار الحيوان. وبالتالي يبقى لازم نصحح رغباتنا، وزي ما سيد مشار أشار مهمة جدا ان احنا لازم اللي ابدأ بالبداية الصحيحة، لازم احط اذا فرغت فانصر، احط قدامي الغاية. ايه هي الغاية؟ هي الله. يبقى الاول رضوان الله سبحانه وتعالى، اتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى دي اول قاعدة كده، مراعاة دوائر العلاقات الثلاثية. احنا عايزين ناخد مفاتيح نجاح، لا نعرض المشكلة او نعرج اليها دون ان احنا نحط حلول. يقول لك دايما حطيت مشكلة، طب ما احنا ممكن نتكلم عن مشاكل كتير قوي ونقول بقى والحكاية والرواية، مش دي الشطارة. انما الشطارة لما احط المشكلة اتكلم توصفها، ماهيتها ايه، هي الاثار بتاعتها ايه، هي نواحي المعالجة، واحط خيارات واشاور على الافضل من وجهه نظري. يبقى كده انا بقول المشكله واثرها والحل المقترح، انما نقعد نتكلم وبتاع يبقى كده هنخرج زي ما دخلنا. يبقى اهم حاجه ان احنا نعرف نوحد الغايه. النقطه الثانيه اللي برضو اثيرت واحب ان انا اتعلق واتخلق واتحقق بيها، ان انت كن سعيدا بما لديك، ولازم ترضى باللي معاك واللي في ايدك. السعاده قد تكون وقتية، إنما الرضا ده أعلى مقامات القرب من الله. يعني السعادة ممكن في عز ما أنا في الفرح، في عز ما إحنا سمعنا مثلا القصة اللي أشار إليها السيد مشار برضو، اللي هي حالة وفاة لشاب صغير، يعني ممكن وأنا في فرح أولادي وبتاع يجي لي إيه الحق ده، مش حد من قرايبك توفى نقص لي السعادة بتاعتي. إنما الرضا ما فيهوش كده. الرضا ارضى بما قسم الله لك تكن أدنى الناس. الرضا أعلى مقامات القرب، ورضوان من الله إيه؟ أكبر. يعني أعلى مقامات القرب من الله هي الرضا. الرضا يستوي مع زي ما كده قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بيقول إيه؟ لو أن البلاء والنعماء دابتين لاحترت أيهما أركب. يقولك الاثنين حلوين، الاثنين جامدين، محتار أشيل مين جوه عيوني. الرضا أعلى من الصبر. الصبر قد أصبر وأنا كاره أسر دين، إنما الرضا ده أنا تعمق جوايا الإحساس بالسلام النفسي اللي انتهت إليه المحاضرة بتاع سيادة المستشار. إحنا ديننا مبني، قبل ما نؤمن، قبل ما نخش كده بعبالنا على الدين، لازم يبقى عندنا جناحين نحلق بيهم إلى الإيمان، المحبة والسلام. لن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك
أنا شايف إن المحاضرات اللي إحنا بنحلق حولها أو الكلمات اللي بنشارك ونحاول إحنا نساهم مع حضراتكم فيها دي من أفضل الأمور اللي مطلوبة، لأن أنا لو جيت أكلمك في الفقه في علماء وناس متخصصة به وهم يعني نرجع لهم نتصل بيهم نعرف الله. إنما اللي إحنا بنتكلم فيه ده مهم جدا لتطهير أفكارنا وتنفيض نفوسنا عشان نرجع تاني اللي هو نظرية علاء الدين لف ورجع تاني يا سلام يا سلام يا سلام، يعني نرجع تاني للمعنى الأصح. إزاي كل واحد مننا مش هقول له اعمل كذا، لا أنا يعني زي ما نقول نتشارك مع بعض في المعالجة. لو أنا حضرتك اديتك سمكة أكلتك يوم واحد، إلا ما لو ما عرفك إزاي تصطاد السمك أنا هأكلها كل يوم، حكمة مشهورة يعني. فبرضو مبدأ تاني وهو الرضا، قالوا كده إيه بحر الرضا محلاه لصفى القلوب ترياء، وآه المحب دليله على الحب والأشواق، واللي صبر حينول فرج كريم رزاق، والشكر حسن النعم بيزيد عطى الخلاق. الرقابة الإدارية، نعم دي حتى أنبوشة كده بتاع يعني كنت ربنا ألهمهاني، ونقول بحر الرضا محلاه لصفى القلوب ترياء، وآه المحب دليله على الحب والأشواق. آه دي هي اختصار الله، يعني واحد يقول آه هو بيقول الله عبارة عن ألف بعدها لامين وهاء قرة العين، فالمريض مش قادر يقول القرص بتاعه كامل فبيقول آه. لغة الحب العالمية آه، لغة العيون الابتسامة. فالآه لما واحد كان بيتأوه واحد قال له ما تقولش آه، قال له دعه فإنه يذكر الله، يعني الآه هي ذكر لله بس مش قادر يكمل. أول حرف في الصلاة ألف، الله أكبر. آخر حرف في الصلاة في إيه؟ في الألف في الصلاة إيه؟ اله، يعني من ألف للهاء. في الأذان أول حرف إيه؟ الألف، صح؟ آخر حرف إيه؟ ه. فقال له بحبك من ألف للهاء وحبك قبل ما جي جه. قال له مش فاهم يعني حروف الأبجدية بتبدأ من ألف للهاء بس أنت وصلت للهاء بس. قال له ما أنت لو وصلت للهاء هتهوى لليه نون ه واو يه، هتوصل ليه يا إليه النهاية أو يا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة يعني؟ طيب هندي بس كده حتة بسيطة على الرقابة الإدارية وبعدين نرجع إيه تاني لمرجوعنا. الرقابة الإدارية ليست مسؤولة عن كل الفساد في الدولة. الرقابة الإدارية هي بتخاطب المال العام والموظف العام، يعني حوالي 6-7 مليون موظف موجودين في مصر، كانت تتبع رئيس الوزراء حاليا تتبع رئيس الجمهورية، فهي تبحث في المال العام والموظف العام. كلمة رقابة إدارية هي بتراقب الإدارة فقط؟ لا، هي رقابة فنية ومالية وإدارية وجنائية، هي سلطة جمع استدلالات بتجمعها، ولازم بإذن النيابة حتة التسجيل أو كذا الكلام ده كله مش بيتم كده على إطلاق، ولازم بإذن النيابة بعرض على النيابة اللي هي سلطة التحقيق. يعني الرقابة الإدارية لا تحقق، الرقابة الإدارية بتعمل إيه؟ زي مخبر كده، يعني بيجمع المعلومات اللي يستطيع بيها إن هو يحسن أداء الدولة، تحسين أداء الدولة ده في الجهات الحكومية المختلفة. بيروح يتابع يشاف حاجة غلط، إذا كانت خطأ بيوجه بمذكرة لتصحيح المسار، إذا كانت خطيئة زاوية الانحراف كبيرة رشوة اختلاس تلاب كذا، يبقى ده بقى هنا إيه بين على الاسم النيابة، النيابة الإدارية أو النيابة العامة، يبقى سلطة التحقيق، ثم بعد كده رفع الدعوة الجنائية. فأنت في ثلاث دوائر، سلطة جمع السدات اللي هي الرقابة الإدارية ما بتحققش، ده القضية تبطل لو عضو الرقابة اتحقق مع المتهم. وفي قضايا احنا طبعا كنا بنصور مثلا قضية عشان القاضي هو بيحكم ما بيشوف التلبس والقبض عليه المتهم وهكذا بيبقى يزداد يقينه بالأمر. فأحد القضايا طبعا احنا عندنا في قاعة تاريخية بنعرض فيها الحاجات زي كده ونماذج عشان احنا نتعلم، لأن اللي ما يتعلمش من ماضيه هيتكرر أخطاءه تاني يعني. فكان الزميل وهو بيقعد على المتهم، طبعا هو عامل استماع باذن النيابه ودارس القضيه كويس جدا، وما عندناش مخبر بيطلع هو يشوف القضيه، ده هو عضو الرقابه يشتغل ويكتب المحضر ويروح يحقق، يعني عشان كده بيبقى في قوه شويه في القضايا الرقابه الاداريه، لان العضو بيستلمها من الالف للياء.
فهو في وسط القضيه كانت في حكايه الموازين وكده، فمسك بتاع بيقول له مش انت كمان يعني من انفعاله، وهو بقى تعبان بقى له فتره وسايب بيته وكذا. فالحته دي بنت في اللقطه، عولت عليه عول عليها المحامي طبعا شاطر، وقدر يدفع بانه بطلان الاجراءات لانه هو مارس سلطه مش من سلطاته، هو راح لسلطه التحقيق وهو المفروض هو سلطه جمع استدلالات، علشان امارس سلطه التحقيق حملسها باذن النيابه، وهي ايه انه طالع بس يعمل اذن بانه يستمع او اذن انه يعمل كذا او يقبض او كذا. ده كله بيبين لنا ان احنا مش غابه، يعني احنا يعني المجتمعات ترقت عبر سلسله، الانسانيه ترقت من الانسان الغاب طويل الناب، انسان ينزع للفرديه، الى انسان القبيله، القبيله تعمل كذا انا معاها كده. وده برضو كان خطا، لانه ممكن القبيله تجنح لحاجه مش مظبوطه، ما فيش كده الواحد يمشي. فبقى نشا انسان اخر وهو انسان المستقل، بس ده برضو شايف دماغه. واحنا عارفين كلنا ان الترقي الانساني، الانسان ده عقل، هو يعني تميز عما دونه المخلوقات بايه؟ بالعقل. العقل اللي بيقدر يطور، العقل اللي هو مش مخ فقط، لان المخ ده موجود عند الحيوانات عزكم الله، فعنده فطريه في الاداء، هيعمل نفس الكلام ونفس الاحوال، وبينزع بفطرته اللي يقيم قود ويستمر. انما العقل الانساني هو ميزه العقل عما دونه المخلوقات، ولو مش موجود ما لا يكلف، مش كده؟ يقول لك ايه، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والغلام حتى يبلغ. يبقى ايه؟ هو العقل. فكلمه انسان في القران معناها عقل. طيب كل ايات القران الكريم اللي موجود فيها الانسان بيلبس في الحيطه، قتل الانسان ما اكفره، وكان الانسان ايه اكثر شيء جدلا، ها كل ايات، يعني هات اي انسان كده، والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذي استثناء، والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ايه ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين. طب ما لا اعمل ايه بقى انا عشان العقل ده ما يلبسنيش في الحيطه؟ محتاج جناحين، العلم يرقيه يبقى بني ادم، وعلم ادم الاسماء كلها، يبقى نجاح العقل من اول العلم. فاعلم انه الشاطئ يبدا التحرك في بحر الوصول الى الله سبحانه وتعالى لانه مطلق، يبدا بالعلم. طيب العلم ممكن يخليني اغتر، صح؟ ابليس كان عالم وكان عابد وشاف نفسه. ففي قاعده اسمها ايه، قاعده عماد. انا اولا بشكر اللي جه ومعاه ورقه وقلم، انا كنت بعمل كده قاعده في التدريب، شعرنا في التدريب لا تذاكر ولا تغيب تنجح في التدريب، ولازم كده معلش اللي معاهم ورقه وقلم بقى عشان يغيظوا اللي ما معهمش ورقه وقلم، يكتبوا كده ضاد يساوي نون زائد قاف، قاعده ضاد يساوي نون زائد قاف. مين يقدر يقول لنا بقى كده معلش يشارك معانا عشان يبقى فيه ملغيه؟ الرزق يحب الخفيه والحب يحب الايه؟ الملغيه. عايز بقى ايه؟ حد يقول لي افتح لي الصندوق بتاع الكلمه دي. يلا. بس معلش نخلينا كلنا مع مركزين مع بعض. مين يفتح الرمز ده يعني ايه؟ ضاد يساوي نون زائد قاف. لا بس إيه؟ احنا هنتفق على حاجه، اللي هيتكلم ما يتكلمش هو قاعد، يقف ويقول اسمه، يعني ده تعريف، احنا عايزين نتعرف على بعض. ما اعرفش انا، احنا طبعا في تعريف تم، انا اصلا وكيل اول هيئه الرقابه الاداريه بالمعاش، شكت نائب رئيس مجلس اداره الشركه 5 سنوات مصر لاداره العقارات، وحاليا انا مستشار في الجامعه المصريه الصينيه للتدريب، متزوج واعول 3 اولاد، وايه تاني عايزين حتى حاجه ثانيه؟ ده يعني ضابط مدفعيه اصلا، كنت ضابط مدفعيه، كنت الاول على المدفعيه في التخرج سنه 76، الاول على المخابرات الحربيه فرع المعلومات مجموعه اسرائيل، الاول على الرقابه الاداريه دوره اساسيه ودوره حتميه، سكت التدريب زي ما المستشار قال 15 سنه بس عضو الى رئيس قطاع يعني. وبقول لو لم اكن ضابطا لوددت ان اكون مدرسا، وبتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى سياده أستاذنا الفاضل حسين الجمال ولحضراتكم، إن أنتم يعني حريصين على العلم والمعرفة،
لانه يعني انا سعيد جدا باللقاء مع حضراتكم، وانتم بتقوموا بدور مهم جدا لانكم كنتوا تحموا ما لا يستطيع بالحجه ان يدافع عن نفسه. فانت في رساله لو خدتها رساله الممرضه اللي بتدي حقنه وخلاص غير الممرضه اللي بتعتبرها رساله، هتاخد اجر وراتب وثواب. الاجر الاجير على قد الشغلانه بيشتغل، الراتب بكذا ساعه بياخد الراتب بتاعه ممكن من الى وعادي يقرا الجرايد، انما الثواب من الله سبحانه وتعالى. فانت ممكن تاخد اجر وراتب وثواب لو انت اديت عملك كرساله، يعني بتحب عملك، فده هيخليك تبزغ وتنتج وينتقل زي ما قال البابا شنوده رجل، يعني احنا ما عندناش التحزب والتعصب، احنا نعرف قيمه اهل الكتاب ونعرف رغم اسلامنا ان احنا لا نتعصب ولا نتطرف، احنا نستمسك بديننا، لكن التعصب ما بيبينليش الجمال في الاخر، التطرف بيخليني امسك ازازه واضرب اللاعب بتاع الجانب الاخر، يبقى تجاوز الحد في التعصب. فبيقول كده، بيقول تعبير جميل، بيقول حب الخير وحب الغير وحب الخير للغير. شوف دوائر الجمال. يعني نرجع مرجوعنا، احنا وقفنا فين بقى في السؤال؟ مين اللي هيقول؟ الاستاذه كانت اتفضلي اتفضلي. لا ايه، لا حاولي اجتهدي، اتفضلي يا فندم، علي صوتك بقى، انا عايز اللي ورا خالص يسمع، انا عايز ابقى محاميه بقى ومحامي، يعني لو عرفت ايدك كده مش سامع مش حالية. انا عايز حدك تسمع، ارفع صوتك. اللي قال الاسم الاول استاذه ريهام. طيب هناخد حاجه تانية، لما الواحد يقول اسمه اسم والده، سيدنا يحيى لو قلت له اسمك ايه يقول لك يحيى زكريا، بيحيي والده، لم نجعل له من قبل سميه. انما يسرى محمد الطبلاوي، محمود المنشاوي، احمد زكي شان. المهم يعني ايه نقول اسمنا، لان انا لما اوفي لابني لوالدي يوسف جلال هو هيقول جلال يوسف. ها أه؟ ريهام سيد، اهلا وسهلا ريهام سيد. صوتك بقى يعلى وتقول لنا الضاد يساوي نزلة قاف. انا قلت ضاد اللي هو الانضباط، تمام، تمام، طيب ماشي. طيب سقفوا لي عشان حاولوا تجتهدوا. لا في ناس ما بتسقفش، عايزين يبقوا مثقفين، كلنا نثقف، ما حدش ربع. اللي ربع ده معناه انه كاتب ايده وكاتب مشاعره. فك نفسك كده، ايوه فك نفسك، اه حرر نفسك. اتفضلي يا فندم. اه مين يحاول تاني يتفتح الرمز ده؟ على فكرة عشان بس نساعدكم في الفكرة، القرآن الكريم فيه رمز وإشارة وعبارة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. رمز ألف لام ميم، ذلك اسم إشارة، الكتاب لا ريب فيه عبارة. فهو يعطي الرمز لأصحاب الرمز، ويعطي الإشارة لأصحاب الإشارة، ويعطي العبارة لأصحاب العبارة، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فالرموز دي مهمة، بتبقى فيها تلخيص كي ووردز. طا سين مثلا سورة النمل، اكتشفوا أن حرف الطا في الصورة ذكر 27 مرة، حرف السين 93. طب عايز ايه؟ قال لك لقوا ان سورة النمل ترتيبها في المصحف رقم 27، عدد اياتها 93، في رمز كود. ولقوا معنى تاني مثلا، انا بقول لكم ده لان انت وانت بتذاكر قضيه او موضوع ممكن تشتغل بالفكره دي وتلخص امور، في حاجه اسمها الكي ووردز. وانا عايز اجمع موضوع ممكن يبقى الامور كتيره ومتشعبه، فاجمع يعني اجمع يعني فكره انك انت تبعد التشويش والتهميش بفكره الرموز، زي ما سياده المستشار في الاخر ادانا كلمه السعد، ده السين والعين والدال ايه معناها، دي نقطه مهمه جدا وتقلل لك من مشكله التذكر للامر. فبتحط ده وتفتح، تعمل دبل كليك عليها وتفتح الموضوع وانت تكمل بقى. فمثلا لقوا ياسين، يعني قال لك الياء نداء والسين اسرار والنون انوار، بتنادي على المعاني الانوار.
طه وجدوا أن طه أقصر آية في القرآن هي طه، أقصر من نون. على فكرة نون وقاف وصاد مش آيات، يعني على بعضها إيه؟ مين معنا هنا حافظ القرآن كده؟ هتلاقي مثلا نون والقرآن والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذي الذكر، دي كلها آية. لكن لو نون آية طه أقصر منها، طه اللي بتقال إيه؟ طه حرفين حركتين، إنما نون نون وهم ثلاث حروف وبتتمد ست حركات حرف العلة، قالوا نون. طب إيه الفكرة؟ قال لك إن أقصر طه هو اسم رمزي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لك طه هي أقصر آية، فأقصر آية موصلة لله يا سيدنا رسول الله، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يعني مثلا حاجات زي دي. نرجع بقى للضاد والنون والقاف، حد يقدر يفتح معنى؟ طيب أول معنى وصلنا له إن ضابط العلم نون نوتة والقاف القلم، إيه ورق وقلم ومراية، وتخلي بالكم معايا. يبقى ضاد بتساوي نون زائد قاف. اللي جاي كده مسلم ايده معوش ورق وقلم، جاي يعمل ايه؟ سمعنا يا ريس حنتيره للصبح معاك السحيره، سمعنا. لا ما ينفعش، احنا عايزين لازم نقيد، لان انا دلوقتي وحدك ممكن عيني في عينك لكن انت سرحان، يعني ممكن سيادتك ايه عيني في عينك بس ايه صح، ماشي. انا واقف كده احتراما بقى لان احنا العدد زاد. ف ضابط العلم النوتة والايه والقلم، ده امر. امر الثاني ان لغه الضاد بتقول لنا ايه؟ نون والقلم وما يسطرون. يبقى القاعده بدات تتاكد اكتر. طب حاجه الثالثه، وجدنا ان ضاد ضياء الشمس هو السبب في نور القمر، وجعلنا الشمس ضياء والايه والقمر نورا. الشمس دي المراه، مش تحيزا بقى للمراه، انما هو طلعت يا محلى ايه نورها، والقمر هو الايه الرجل طلع البدر ايه علينا. فيبقى نور القمر جاي منين؟ من ضياء الشمس، ودي حقيقه علميه، احنا ما نجيبش حاجه من عندنا، يعني هو حقيقه ايه علميه. فنحرص بعد كده على ان احنا لما نيجي اي منطقة حتى نستطيع ان احنا نرتقي، يعني يبقى معنا ايه ورق وقلم ومرايه، وتخلي بالكم معايا. طب حكايه المرايه دي كان بيقولها مين يعرف حكايه المرايه؟ كان بديع محال زمان في الراديو بيقول لك ورق وقلم ومرايه وتخلي بالكم معايا، كان بيعلم مخارج الالفاظ، فعشان انت تشوف اللفظ تشوف في المرايه السين الصاد اللي هو التقييد والتفقيق، قصه كده يعني. فالمرايه عشان تشوف فيها الايه ازاي مخرج الحروف ازاي يعني. ف اول حاجه ان احنا يعني في لقاءاتنا بينشا ما يعني دايما خلافات بين مفهوم القدر دينيا والمرونه لغويا والايه والصراع دنيويا، انما احنا باجتهادنا احنا يعني اسره معرفيه مع بعض، فاخترنا عنوان ان احنا اكتشف ذاتك، حرر قدراتك، حقق حلم حياتك. فازاي نعمل الكلام ده؟ هي دي المحاضرة فكرتها يعني. فبنحاول نمشي خطوات جوه المعنى ده، وأكيد كلنا نفسنا إن إحنا جوانا صوت بيتحرك عايز يحقق هدف، مش كده ولا إيه؟ إزاي نحققه ده بأقل خسائر ممكنة في أسرع وقت ممكن، بما يحقق التوازن النفسي، بما يحقق مرضات الله سبحانه وتعالى واستقرار النفسي للإنسان وتناغمه مع اللي حواليه. هنقول بنقطة كده، بنقول إن اللمبة لكي تنير لابد أن تكون مفرغة من الهواء المادي، والنور لكي يشرق في قلب المؤمن لابد وأن يكون مفرغا من الهوى، ده شيء معنوي. وأي إنسان بقى لكي يحسن إدارة وأداء أي عمل بيعمله لابد أن يكون عنده أخلاق ودين سواء. يبقى عايزين مبقاش فيه هوى مادي ولا هوى معنوي، ولازم نجمع الأخلاق والدين سوا. إيه بقى القصة دي؟ بيقولوا إيه؟ أخلاق بلا دين رياء ونفعية، ودين بلا أخلاق تشدد وعصبية. أمال إيه المطلوب؟ مطلوب إن إحنا يكون معنا الدين والأخلاق. للناس دين ولنا دين على الخلق رقم، للناس دين ولنا دين على الخلق إيه؟ رقم.
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمتشدد والمتطرف زي ما قلنا جنح إليه لأنه ما خدش كورس المحبة والسلام. يبقى قبل ما أنا أعلم الناس الدين وأعلمه قرآن، لو أنا علمت قرآن من غير ما نظف من اللي جواه الأول، التخلي بسموه التخلي، التحلي، التجلي، يتخلى عما ما جواه من آثام وما يكرفش عليه العلم الجديد اللي داخل بيه ده. لقينا ناس بيقولوا قال الله وقال الرسول ويمسك قنبله عايز يفجر غيره او يفجر نفسه، ده مش فاهم حاجه. يعني انا سمعت تعبير جميل قوي من الاستاذ حضرتك الباشا اللي هو مين حضرتك؟ الاستاذ مين؟ احنا اتفقنا نقف ونقول ايه بقى؟ معلش، ما شاء الله مختار، استاذ مختار، ان المختار يدعو الاخيار ردوا الكفار عن سنته. وفرحات احنا مامورين بالفرح، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، نفرح بالفضل والرحمه. استاذ مختار قال حته كويسه قوي، احنا عايزين ان احنا ما يعني نعرف مسيرتنا ايه في الحياه، فبنقول ايه الاخلاق والدين سوا دول عشان نحققهم. اخلاق بلا دين رياء وايه ونفعيه، ودين بالاخلاق تشدد وايه وعصبيه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب بالدين على قمه الاخلاق، انتوا عندكم اخلاق بس في نقصه حته بالدين دي هنكملها. فلما دخل المتطرف ده للدين بدون ما ياخد محبه والسلام اللي هو اشار اليهم الاستاذ مختار في كلمته، اهميه المحبه والسلام، لانه الحديث بيقول كده لن تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. فالكورسات اللي احنا بناخدها دي في مفهومي هي بتحقق فينا ان احنا ازاي ناكد على معاني المحبه والسلام. لانه الانسان، احنا اتكلمنا على الانسان ويمكن انا استفدت المعنى ده من استاذ الدكتور هشام، الانسان عقل، فالعقل ده عشان يتطور لازم ايه يتايد بالعلم، يبقى بني ادم وعلم ادم الاسماء كلها، وعشان يترقى اكتر يبقى بشر لازم ايه يبقى مؤهل الايمان، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، روعه اختيار مصطفى محمود للعلم والايمان. يبقى انت بالعلم والايمان بترقي العقل ويحلق في الايه في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ده مهم جدا لنفهمه عشان نقول التنميه البشريه، مش تنميه انسانيه ولا تنميه ايه ادميه، ولكن تنميه بشريه، اترقى بالبشر لانهم يكونوا عندهم اهل للاقبال على الله، الحضرة الإلهية، يوصل إزاي لربنا سبحانه وتعالى. فدي النقطة اللي يمكن الأستاذنا الفاضل، الفاضل حضرتك اللي هو أيوة فضل باشا، كنت تسألت وأنت نجيتنا إن إحنا نرجع تاني مرجوعنا لبداية المحاضرة أو إيه العنوان الرئيسي اللي هو سيادتك اسمك إيه؟ كامل أبو علي. أبو علي؟ أبو عامر، دايما عامر. طيب كامل، هسألك سؤال، في كمال لغير الله؟ كمال الله. طب ما أنت اسمك كامل. لا، في كمال الشناوي وكمال الطويل وكمال الشاذلي وكمال الجنزوري وكمال حسن علي. فقال لك الكمال نوعين، اتفضل يا باشا عشان بس نصحح مفاهيم. الكمال نوعين، كمال مطلق لله سبحانه وتعالى، وكمال نسبي مقيد لعباده. يعني ايه؟ سيدنا النبي كمال بشري، اليوم اكملت لكم دينكم. لو لغيت كمال لبشري هقول ان انا، طب انا كملت اكلي، كملت دراستي، كملت المحاضره، يبقى ليه اكهرب؟ ما انا عشان مش فاهم المعنى جالي مشكله. فالكمال نوعين، كمال مطلق يعني الصفه حينما تطلق للحق ملاش حدود، انما لما تتقل البشر مقيده ونسبيه. انت تسمع وتبصر والله سبحانه وتعالى سميع بصير، اسمعك كسمعه؟ مش كده؟ احنا سمعنا مقيد نسبي ممنوح من الله سبحانه وتعالى، انما ايه؟ سمع الحق عز وجل مطلق. فالصفة مثلا كلمة ولي، الله ولي الذين آمنوا، وانت ولي، انت تولي الله بالطاعة، فالله سبحانه وتعالى يوليكم يوليك بالعطاء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بل إن الشياطين يوحي بعضهم لبعض إيه زخرف القول غرورا. فاللفظ قد يطلق في الإجاب محمود ومزموم، وقد يطلق مولاه، مثلا كلمة مولاه حاكم والله والمولى له خادمه، ما فيش مشكلة. حينما يطلق للحق ملوش حدود، انما البشر ايه مقيد او ايه او نسبي. يبقى كامل كده ما متفقين، يبقى في كمال مقيد او نسبي لعباده. كلمه سيد يقول لك سياده الله وحده، لا، في سيدا وحصورا وايه ونبيا من الصالحين. يبقى سيد على قد مساحه معينه. طب ما انت رب الاسره،
وربنا رب العالمين. عشان بس نخلص من نحرر النقطة دي يعني. فاحنا كنا بنتكلم على ازاي نقدر نكتشف ذاتنا، نحرر قدراتنا، نحقق حلم حياتنا. قلنا في خطوات من ضمنها اول حاجة في مفهومي يعني ان احنا لا ننظر للضعفاء بدونية. ما تبصش لحد غيرك وتحكم عليه بشكله بس. فهو من بره الله الله وايه؟ ومن جوه يعها او يعلم الله. فبالتالي اول قاعدة عشان تتحرر في فكرك، لان في حاجة اسمها اخطاء التفكير ودي كنا بنديها، بس انا مش جايب النهاردة باور بوينت او كده، وموضوع تاني اخلاقيات الوظيفة العامة. لكن احنا بناخد كده همسات او لمسات حوالين المعاني، وبأشكر وبكرر شكري للي حضروا معاه ورقة وقلم. هيبقى لا ننظر للضعفاء بايه؟ بدونية، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الضعيف امير الركب. الضعيف ايه؟ امير الركب. يبقى اللي بيحترم المرأة وبيحترم الطفل وبيحترم الضعيف ويعمل حقوق لل هم قدراتهم اضعف، ده يبقى وصل لمعنى راقي جدا في الاحساس بالاخر بشري. الامر الثاني، لا انظر لغير المنتمين بالبربرية. ولذلك لازم نفرق بين التمسك والتعصب والتطرف. انا مفروض يبقى ليا هوية، لا ننظر للاخرين للغير المنتمين ببربرية. يعني انا متكلس حوالين فكرة في دماغي انت وبس اللي حبيبي، ومش شايف الاخر، ده متعصب. شايف الجمال في اللاعب ده بس او في النادي ده، متعصب. لا، في معاني كويسة موجودة في الاخرين. فازاي ابص بعين جمال؟ ابص بايه؟ بعين جمال. كن جميلا ترى الوجود ايه؟ جميلا. بس ما يستغرقنيش الجمال وانشغل بيه عن الجميل سبحانه وتعالى. لان قال لك ما خلق الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها. انعكاسات الجمال في الكون هي الناس اللي عبدوا البقر، عبدوه ليه؟ لانه تعلقوا باحدى المخلوقات النعمه ونسوا ربطها بالمنعم سبحانه وتعالى. يبقى لا ننسوا لغير المنتمين بايه؟ ببربريه. يكون عندي هويه فاستمسك بما اوحي اليك، لكن لا اتعصب، مش هشوف الجمال في الفريق الاخر، ولا اتطرف، لان هجنح للتعصب ده ان انا هجيب زي ما قلنا طوبه وارمي الجول بتاع الفريق الثاني عشان اعوره او ادوله البوكس في مناخيره. تمام؟ يبقى كده هعمل مشكله. يبقى الحرص على الهويه لا يعني العصبيه او الافكار الاسمنتيه. بيقول لك في عصر الانترنت مش مطلوب الانغلاق ولا الالتحاق، ولكن اعاده ترتيب الاوراق. ثالث نقطه، لا انظر للمخالفين بعدوانيه. لانه قال لك انه اصنام الكفار بتفسد الدين، واصنام الافكار بتفسد الدنيا. يعبد الفكره مش عايز يغادرها عواجيز فرح. لا، ده انت لازم تبقى عندك شباب ومتجدد. يعني الشباب الفكره وشباب الاحساس بينشئ من الحب في الله سبحانه وتعالى. ما تحبش حاجه لذاتها هتعبدها من دون الله، امال اعمل ايه؟ قالك الحب في الله. خلي سقف العلاقات وسقف الحب مرتبط بايه؟ بالله سبحانه وتعالى. يوم تضمن ضمان صحه هذا الحب واستمراره. قبل ما اتكلم عن موضوع الحب ده، لان الحب ده عايز وقف، هنسال سؤال للاحباب يعني وزملائنا، ما هو الحب؟ انه يعني نتكلم عن الحب ومش عارفين هو اصلا. تمام؟ وانا بحبك وانت بتحبيه وكلام من ده، لكن في واقع هو مش عارف حقيقه الحب ايه، وازاي الحب ده يكون حقيقي، والحب ده يكون يودي لنتيجه صحيحه. ففي قاعده بقى للكمال، احنا لما كملنا مع كامل وكمال نسيت اقول حاجه مهمه. احنا كتبنا ضاد يساوي نون زائد قاف، وعرفناها ضابط العلم النوتة والقلم، ولغه الضاد بتقول لنا نون والقلم وما يسطرون. يبقى لما نحضر محاضرات لازم معانا ورقه وقلم، نوفر ده عشان ايه؟ اول يعني الفاره او الحاجه اللي نكتب بيها. المهم يعني عندكم وسيله، لانه اللي بيكلم بيقول افضل حاجه في دماغه، وافضل حاجه بتلصق في الدماغ هي افضل حاجه ايه؟ قريتها. فانت بتاخد خلاصه الخلاص تكتبها انت بقى، وعشان ذهنك ما يسرحش، وعشان ما فيش وقت ان احنا نقعد نذاكر بالليل، انما عشان تلتقط المعاني المهمه وتصطاد الفكره، وقد انت فكره تجيلك عايز تشارك بيها تقوم تكتبها في جنب كده وتقدر تشارك. واضح؟ المهمه مهمه جدا الموضوع ده، وعايز اكد عليه، ولما نخرج من بند زي ده يا ريت ننفذه.
الأمر الثاني اللي هو قاعدة الكمال. كيف نحقق الكمال؟ كيف نحقق الكمال اللي هو البشري ده؟ بحاجتين، بالجمال والجلال. بالجمال وإيه؟ يعني إيه؟ أنا حبيت واحدة جمال، لازم المهر والشبكة وحماية وحماتي. الجلال اللي هو إيه؟ لا ورد بلا شوك ولا حلاوة من غير نار. لا ورد بلا شوك ولا حلاوة من غير إيه؟ نار. يبقى لازم يتعانق الجمال والجلال. الله سبحانه وتعالى له أسماء كمال وأسماء جلال وأسماء كمال. 70 اسم جمال. يبقى أنا يعني كإنسان عايز أتصل بعطايا الله سبحانه وتعالى، أجنح إلى ما أشار إليه الحق عز وجل، يبقى عندي الجمال أعظمه، يبقى دايما أتفائل أكتر. يبقى قيم لو عايز أتكلم على سلبيات، لا شطارتي أتكلم على الإيجابيات وفي سلبيات. واضحة دي؟ يبقى دايما أنظر بعين جمال، لأن الله إن الله يحب من خلقه من كان على خلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى أنت لازم تعظم القيمة الإيجابية. ده علم البرمجة اللغوية العصبية يقول لك كده، اللي هو نيرو لانجوستيك بروجرام، مش كده؟ اللي هو إن أنت مثلا شايف مأساة والدنيا وضغط عليك كتير، وكتر الضغط يفك اللحام، وكتر الشطة تجيب بواسير، أنت مضغوط من جوه من بره. طب تعمل إيه؟ تقعد بقى تعبان؟ لا، تخرج إزاي من الهموم دي بقى؟ هي ده النجاح، إنك أنت تعمل إيه؟ تعظم الإيجابيات، تعظيم الإيجابيات، تكتر من الأمل، فك الألم وعيد ترتيبه تلقاه أمل، اوعى تسيبه. فك الألم وعيد ترتيبه تلقاه أمل، اوعى تسيبه. ارسم مكان الضال مشموع، لو فجرك اتأخر جيبه، مش كده ولا ايه؟ انما ممسكش قلبين طوب بقى وعمال اخبط على بتاع ومش عارف ايه والدنيا وحلبس في الحيط، لا ما ينفعش. لازم يكون عندك الأمل. وبشر المؤمنين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشاء. والله ايه؟ سقفوا لها الاستاذ ده، لان حاضره بالمعنى. بس علي صوتك بقى، قول لنا ايه؟ والله يعدكم مغفره منه وفضله. تمام. الاسم ايه بقى؟ استاذ موده حسن. موده حسن، ايه ده؟ الاسم كله معاني. موده حسن، شاكرين يا فندم، اتفضل. فيبقى لا للمخالفين، احنا قلنا لا ننظر للضعفاء بدونيه، لغير المنتمين ببربريه، لا للمخالفين بعيه بعدوانيه. طيب في حاجه بقى مهمه برضو، اللي هي دوائر الاهتمام الثلاثه. دوائر الاهتمام الايه الثلاثه؟ انا موجود في نقطه حواليا دايره اسمها دائره التركيز، فبركز على ما هو مفيد ليا. دي اول دايره لازم اعتني بيها. ابدا بنفسك ثم بمن تعول، بر امك ثم اباك، ثم اختك ثم اخاك، ثم ادناك فادناك، مش كده؟ ابدا بنفسك ثم بمن تعول. يبقى دايما الدائره الاوليه اصلحها ايه؟ دائرتي انا، دائره التركيز. ما ينفعش ان نعمل ايه من بره هلا هلا ومن جوه ايه؟ ابدا زي القرع يمد الايه؟ اللي بره. فالاول اصلح نفسي، مش البتاع والحكايه مش عارف. لا، كل منكم على ثغرة من ثغرات الإسلام فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. أنا مش عارف أرتب بيتي ولا نفسي، ببقى فاتح الموبايل ألاقي نفسي راح رميني من يمين وجابني شمال وطلعني فوق، إزاي تعدو؟ صح؟ وبعدين عمال أكلم مفروض والبوسنة والهرسك ومفروض يعملوا كده. طب قضيتك أنت ما عملتهاش، شغلت بالآخر عن نفسك، شغلت بالاهتمامات الخارجية عن الإيه؟ الأساس بتاعك. انت عندك الاطلاله المعرفيه دي ومثقف، لكن يجب ايه؟ نرجع زي ما قلنا نظريه على ولي الدين، لف وارجع تاني. يا سلام يا سلام يا سلام، هو طلع في مظاهرات ولابس طربوش وعايز يتزوغ من المحاضره، فلما لقى ضرب نار عليه قال لك ارجع بقى المدرسه احسن، لف وارجع تاني. ايه البواخه دي؟ ارجع تاني المدرسه احسن. فنرجع مرجوعنا ان انا اول دايره اسمها دايره التركيز، اركز على ما يصلحني انا الاول، ثم دائره التاثير، انا بتعامل مع البواب والزوجه والاولاد وهكذا اللي بتاثر بيه واثر فيا، احسن العلاقه دي. ثم دائره الاهتمام بقى، دي اللي هي بعيده بقى ايه؟ الاطلاله دي. اللي بيحصل ان احنا بنقعد مده طويله في دائره ايه؟ الاهتمام، فتروح ضغط عليا، الاقي نفسي مش عارف ادي واجباتي الاسريه، ولا عارف انام صح ولا اصحى صح ولا صحتي تضيع والى اخره. يبقى نوصي نفسنا بمراعاة فقه الأولويات، حسن إدارة الوقت، إن أنا أراعي الثلاث دوائر دول. اسمها إيه دايرة إيه بقى؟ مين هيقولهم لي الثلاثة؟ مين يقول الثلاث دوائر دول؟
اتفضل يا فندم. لا دي بتعدل الطرح. اتفضل. مين يقول لنا؟ اتفضل يا فندم. بس نقول اسمنا ونقول. الصوت بقى عالي، سمعتك سمعت ورا؟ ها؟ عايزين يعني صوتنا يعلى بالحق. شيماء محمد علي اتفضلي. الاهتمام الله عفو بقى للاستاذه اتفضلي. احنا عايزين نبقى مثقفين، كلنا نثقف، كلنا مثقفين. طيب مراعاه بقى ايه ابعاد الشخصيه. احنا عندنا كل واحد جواه ثلاث شخصيات. جواه ايه؟ ثلاث شخصيات. الشخصيه الذاتيه، معلش انا هنزل بقى معلش عشان ايه عايز مالناش دعوه بالتسجيل. دي الشخصيه الذاتيه. دي الشخصيه ايه؟ هو يرى نفسه حوت. يرى نفسه ايه؟ حوت. لما فتشنا جوه نفسه قال الاجابه الثانيه اللي هي ايه؟ الفهد. دي الشخصيه اللي هو شايف الناس شايفينه ازاي. الشخصيه الاجتماعيه. شخصيه ايه؟ الاجتماعيه. الثالثه قلت ايه بقى؟ عايز ايه؟ النمر. دي اللي بيصبو اليها، الشخصيه المثاليه اللي نفسه يحققها. اللي احنا لما بنفتش جوه النفس نلاقي ايه؟ كل ما نطلع نقدر نكتشف اكتر. فمراعاه ابعاد الشخصيه، احنا نعرف ان احنا في فكره في دماغي مثاليه، في فكره اجتماعيه بتعامل بيها، وفي فكره ايه؟ ذاتيه. لما اعرف ان انا ليا ثلاث ابعاد افهم ايه حكايه القضيه؟ ايه حكايه ايه؟ القضيه. بمناسبه القضيه، اي حد من حضراتكم اللي هيسجل عنده لو عايز اعمل تكامل للبحث في اي موضوع هسال نفسي الاسئله دي: من فعل ماذا؟ كيف واين ومتى ولماذا؟ انا عايز اعمل يعني تحري مظبوط، موضوع مظبوط، اعمل ايه؟ اسال نفسي الاسئله دي واجاوب عليها. من فعل ماذا؟ كيف واين ومتى ولماذا؟ يبقى كده جاوبت على ده. سادس عنصر، انا هم 10 عناصر هسرع عشان طبعا نعمل اطلاله مع الزميل اشرف، لكن احنا كده ما لحقناش نحلك معاكم يعني. زي ما قلنا عايزين النظره البانوراميه وليست الانبوبيه، ما بصش للموضوع بنظره واحده. انا شايف حضراتكم لكن مش شايف اللي ورايا، يبقى اشوف من وجهه نظركم، هشوف ورايا بيكم مش كده؟ يبقى ادي صوره اخرى ما كنتش واخد بالي منها. طيب لو كمان المصور سبحانه وتعالى يعني ما يرتضيه الحق، يبقى النظرة ايه؟ اوسع. يبقى بالتالي مش بلاش نفكر بنظرة الشاليمو، بصص بحاجة كده انت وبس لحبيبي وبصص بشاليمو او مصورة ومش شايف الباقي. دي امر تاني. العلاقة التكاملية اللي هي احنا اتكلمنا فيها في الكمال والجمال والجلال، ان الكمال بيتحقق بالجمال والجلال. اي امر من الامور عشان ينجح لازم يتعانق الجمال مع الايه؟ مع الجلال. انا حبيت واحدة جمال، المهر والشبكة يبقى ايه؟ وحماية وحماتي، يبقى ده الجلال. عايز انجح واتفوق يبقى لازم اذاكر، بلاش الفهلوة. ما تاخدش الامور ايه كده بضع على الطاير. مش كده؟ احنا سمعنا واحد عبد الله اللي كان قال وراح خارج بره، عبد الله وراح خارج بره، قال لك عايز يعني عايز اشتغل وراح وسابنا ومشي. لما كان في مناقشة من شوية وكان اللي موجودين حضروا الكلام ده يعني. طب ما انت ما لحقتش تسمع الفكرة، نسمع الفكرة عشان نستفيد. انت قلت وجهة نظرك، اسمع وجهة النظر الأخرى. واخد بال حضرتك؟ فمش الفكره ان انا اقوله خلاص، لا انا برضو ممكن استفيد منك. فالكمال بالجمال والجلال دي نقطه مهمه جدا. انا عايز انجح لازم اذاكر، عايز ارزق لازم اشتغل. خلاص. من جد وجد النجاح، ومن زرع حصد فلاحه، والمحب في طريق الحب الحب زاده سلاحه. يبقى ده لازم ايه؟ طيب الاستمراريه والدوام. ما خدش الامور كان عمل النبي عليه الصلاه والسلام ديما، يبقى الاستمرار بيكون القدرات ويعمل الخبره التراكميه. والنهارده وما وبكره وبعده 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 هيكمل لي الناحيه المعرفيه بشكل افضل. انما ما اخدش الامور كده، لا زي ما قالوا كده حبنا حبه حبه. انا عايز اعرف حد ما احكمش عليه على الطايب، لا. قال لك يعرف المرء عند ثلاث: عشره شامله او رحله كامله او شده مؤلمه. يبقى لازم تعرف فلان اعرفه، عشرته لا ما عشرتوش ما تعرفوش. واحد حكى على واحد بالصلاه في المسجد، لا لعلك رايته يعني يصلي في المسجد. طب ممكن يصلي ويطلع بقى التال قتلة اسمه محمد وبفجر الاخرين وهكذا. فبالتالي لا احنا عايزين الايه؟ الرؤيه السليمه. احنا سمعنا حوار
تم في الجزء الاول من المحاضره حول الرجل والمراه والشهاده المراه باثنين والكلام ده كله. احنا عايزين نقول انه الذكر والانثى نوع، ده المنحى التاسع اللي بنتكلم فيه، لكن الرجوله والمراه دي صفات. يعني الذكوره ايه؟ قدر. الذكوره ايه؟ قدر. انما رجوله قرار واختيار. فقد تكون في امراه ب100 راجل، قد تكون امراه ب100 راجل، ولذلك صفات الرجوله هي صفات تمتد لتشمل الرجل والانثى، يبقى دي صفه. ففي خمس صفات للرجوله في القران الكريم. فاضل لي نقطه واحده بس دي عشان ايه؟ ده للزوم الوقت، انما الافكار والمطالب تتسع لوقت اكتر من كده، فبنعتذر يعني ان احنا الفكره يمكن ما تكملش، انما احنا بنعد سياده المستشار حسين الجمال ان احنا ان شاء الله يكون تحلقنا اكتر من كده في امور اخرى باذن الله. فالخمس صفات للرجوله في القران الكريم: الصدق، الطهر، العزيمه، الذكر، المعرفه. اي حد يتصف بالخمس صفات دول مبروك عليك، انت 100 راجل. وعلى قدر ما انت بتاخد 4 من 5، 5 من 5، 3 من 5، بقدر التكامل فيه. الصدق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. طب الطهر: فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. الذكر: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال ايه؟ رجال. طب المعرفه: وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماه. يبقى المعرفه مطلوبه، الواحد ما يتكلمش في حاجه ما يعرفهاش، تمام. والعلم بدايه والمعرفه نهايه. طيب نتكلم عن اخر حاجه وهي اهميه الحب. ان احنا اتكلمنا عن الحب والسلام. السلام ده والحب زي ما قلنا الجناحين لمين؟ للانسان قبل ما يقبل على الايمان. فالقاعده بتقول انه السلام ده شعار اهل ملتنا. شعار ايه؟ اهل ملتنا، وامان لاهل ذمتنا، واسم الله مشيد بيننا. نحب السلام وكانه والدنا، وغصن زيتون على الراس وفي ايدنا، به اسلامنا، باب لايماننا، عليه محيانا، اليه موعدنا دار السلام. فيبقى لازم نحرص على الايه؟ على السلام. ويمكن حتى تغنوا له يعني ايه السلام عليكم، ثلاث سلامات بعنايه، ثلاث سلامات الى اخره يعني. فالسلام بنتغنى بيه، لكن عايزين نحققه في تصرفاتنا وسلوكياتنا. الحب حبين، والحب حرفين، وقاب قوسين، وله سببين، وبينقسم قسمين. الحب حبين: حب للروح وحب الجسد، لكن حب الجسد ايه؟ فاني. حب الروح ملوش اخر، لكن حب الجسد فاني. فمانيش حب الجسد، لازم نحب الايه؟ المعنى القيم. والحب حرفين: ح و ب، ح حراره وب بروده، ح روح وب بدن. الحب حرفين تفصيلا واجمالا: حرف يصيب الجسم وحرف يصلح البال. فالحاء حر لقلب لم ينل املا، والباء برد على القلب الذي نال. بين قوسين انك انت تحب ربنا وربنا يحبك، فلازم مدخلك يكون عشان تحب ربنا وربنا يحبك تتبع القدوه اللي تسالنا فيها في يمكن في الجزء الاول من المحاضره. فين القدوه؟ القدوه هو ايه؟ كل من يؤدي عمله وكان نبى به المكان. يعني قياده محترمه بتؤدي دورها بصلاح، لا نفقد الامل، لانه الخير فيها في امتي الى يوم القيامه. فالقدوه البشريه اللي نقتدي بها زي الامام في الصلاه كده، ده في علوم الاداره بيقول لك كده، لازم عشان تنجح في الاداره لازم اختيار العناصر الجيده، اصطفاء، ثواب وعقاب وقدوه، الاربع عناصر اللي تدير اي امر، اي منظومه، اي مجتمع، لازم تختار عناصر تدير الامر. ان الله اصطفى، مش كده؟ والثواب والعقاب ربنا سبحانه وتعالى اختار الجنه والنار، واحنا على الياتها العصا والجزره وهكذا. لازم يبقى فيه حتى ولو بالنظر اللي نضايق منه بصوا بصة يعني، لا مش كده ما ينفعش، او يعني الثواب ولو بكلمه طيبه. والايه؟ والقدوه. اما الاسوه فهو النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسوله اسوه حسنه. فاحنا الاربع عناصر دول للاداره. الحب حبين، الحب حرفين قاب قوسين اللي هم قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
فالقوس اللي بين الحاجتين ايه؟ انك تتابع وتحب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وكل نبي وكل ايه قائد صالح في المجتمع. وحب حرفين زي ما قلنا الحاء والباء. وليه في نوعين من الحب؟ بحب الحاجه لجمالها واحب الحاجه لاحسانها. الحب للجمال ارقى ولا الحب للاحسان؟ انا عشان نحكي المحاضره كده، الحب للجمال احسن ولا الحب للجمال؟ للاحسان ولا للجمال؟ الحب للاحسان معلل، انت حبيته حبيت ابن والدك عشان اداك المصروف، ما اداكش هتصغر له، فده قال لك حب معلل. اما الحب للجمال مطلق، فانت تحب كل شيء جميل ومنضبط حتى لو لم ينولك منه جانب، زي ما السيد رابع عدو قال كده: وحبك حبين، حب الهوى للاحسان وحب لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك، فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا ولا ذاك. انا بشكر حضراتكم. الخلاصه ان احنا محتاجين لان احنا نتعلق ونتخلق ونتحقق بقيم المحبه والسلام، وان احنا يعني نقدف مع بعض في ساحل المعرفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مساء الخير يا جماعة. أنا سعيد جدا إن أنا معاكم النهاردة، وسعيد جدا بالشباب اللي أنا شايفه ده. الحقيقة أنا هجمل النقط البسيطة، لأن ما فيش حاجة ممكن تتقال بعد الدكتور هشام الجيار وسيادة اللواء يوسف ومعالي النقيب، ما فيش حاجة ممكن تتقال. لكن أنا الحقيقة أحب إن أنا أنهي اللقاء ده أولا إن أنا اتشرفت بيكم كلكم. وعايز اقول لكم حاجه كمان في الكلام اللي قاله معالي الدكتور هشام. في معركه بتدور في البلد دلوقتي في مصر اسمها معركه الوعي. الوعي ده هو اللي بيصور لك ان انت في خلاف مع الاجهزه اللي حواليك، وبيصور لك ان انت اضعف حلقه في السلسله دي. الوعي ده هو اللي بيخلي خريج كلية الحقوق زي ما أنا خريج كلية الحقوق كده، لأن كلية الشرطة بتدي لسانس حقوق بكالوريوس العلوم الشرطية، يتحول من محامي إلى بروكر أو سمسار أو محامين سلم. أنا جاي أكلمك النهاردة إن دورك بيتكامل مع بقية كل الأجهزة اللي حواليك. وسيبوني أقول لكم إن أنا قعدت خدمت في الداخلية أكتر من 26 سنة، وكنت متفوق، وكنت بخش المحاكم، كنت بستمتع بأداء المحامين، لأن القضاء كان بيبقى قاعد ينصت ويستمع. المحامي أداؤه، كلامه، مساحة كلامه، عمقه، معناه، مظهره، احترامه، دراسته، فاهم بيقول ايه، بيتكلم ازاي. انا الحقيقه النهارده كنت عندي مواضيع مهمه واعتقد انها لطيفه رجعت فيها معالي الدكتور هشام، لكن انا هبدا من تحت. اعتقد ان الكلام اللي هتسمعوه مني ده كلام جديد. النقابه العامه للمحامين كنت بدرس في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وكان المشرف عليا الدكتور هشام وانا ضابط، وكنت في الوقت ده بشتغل مع اخو معالي الدكتور هشام في احد محافظات الصعيد في عز الارهاب. كنت بنزل بالطيارة الصبح امتحن وارجع تاني عشان اكمل خدمتي. في كلية اقتصاد وعلوم سياسية درست ادارة المنظمات الحكومية في دبلومة حصلت عليها بتقدير جيد جدا. كان الموضوع المفاجأة هو كفاح نقابة المحامين. نقابة المحامين من أقدم النقابات في مصر، وأنا لن ألجأ إلى مناولة الحديث وأسأل حد علشان أقول له المعلومة وأشعره إن هو مش عارفها. بالعكس، أنا يهمني أوصل لك زي ما وصلت لي.
نقابة المحامين تم تدشينها في مصر 1912. مصر مر عليها في نقابة المحامين 24 نقيب. متعلقين عندنا في النقابة 24 نقيب، كان آخرهم معالي الدكتور وأستاذي برضو الله يرحمه ويحسن إليه. عارفه حضرتك؟ اه طبعا عارف، انا حافظه. مين طيب؟ انت حضرتك اللي تقولهم بقى. اوكي، انت حضرتك اللي تقولهم. قعد 737 يوم بس نقيب. عارفينه يا جماعه مين هو؟ قول اسم حضرتك. الاستاذ رجاء عطية. لا اسمه حضرتك احمد بيه. ايوه فعلا الاستاذ رجاء عطية. وانا كنت امين عام النقابه معاه بتاعه. طيب اذا كانت المعلومه دي متاحه من فضلكم يا جماعه، اذا كانت المعلومه دي متاحه فانا هقول لكم السي في بتاع واحد زي رجاء عطية انتوا ما تعرفوهوش. مفيش حد هيعرف الكلام ده هنا غير زواء الاجهزه او الدكتور هشام او طبعا معالي النقيب. رجاء بيه عطية الله يرحمه ويحسن اليه اشتغل 61 سنة بالمحاماة. 61 سنة بالمحاماة تدرج في مناصب القضاء العسكري لحد ما خرج سنة 76. ومن سنة 76 تولى اخطر قضايا في مصر. ولك ان تتخيل الفرق بين وجوده سنة 76 والفرق بين وجوده الان في التغيرات اللي احنا شايفينها. تولى قضايا، اول قضية تولاها سنة 76، انا بعد اذن حضرتك يا شباب، طلائع الفتح وتنظيم الجهاد. وتاني قضية تولاها كانت قضية المجرم خالد الاسلامبولي. وتالت قضية تولاها كانت قضية المجرمين بتوع وزارة الصناعة اللي تحصلوا او تربحوا من منصبهم اكتر من مليارات جنيه. ده الدكتور رجاء عطية. رجاء عطية كان مثال في الادب والاخلاق والمقالات، كان كاتب ملهم ورائع وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. انا كل ده بكلمك عن محامي لم يعمل بالقضاء، محامي بنى نفسه من الصفر. لا نعلم ان رجاء عطية والده او عمه او خاله حد، ولكن كان حجة في القانون ومات وهو يترافع. ويهمنا اقول لك كمان ان هو كتب سيناريوهات لادباء عظام جدا، يحيى حقي وتوفيق الحكيم، وعمل برامج وأفلام زي المصير وندوة للرأي. كان رجل رائع وأكثر من رائع، ولا نزكي على الله، لكن كان هناك من ضمن ال 24 نقيب 18 نقيب في العهد الملكي، أما الباقين فبدأوا في العهد الناصري. أنا يهمني أتكلم عن ثلاثة، اتكلمت عن واحد منهم. التاني بقى اللي أنا ما عصرتوش كان الملهم أحمد الخواجة اللي تولى نقابة المحامين وسنه 40 سنة. وأحمد الخواجة لم يكن ابن سين أو ابن صاد، لكن ممكن أقول لسيادتك أحمد الخواجة عمل إيه. أول من نادى بقانون المحامين، وأول من نادى بإنشاء محكمة دستورية عليا لحفظ الحقوق الدستورية لمصر، ده أحمد الخواجة. وتم اعتقاله ونزل في المظاهرات. كل ده النقيب أحمد الخواجة. قبليه كان نقيب آخر يهمني أقول لحضراتكم اسمه. هو طبعا ممكن الناس دي تبقى موجودة عند حضراتكم، لكن ما اعتقدش بالتفاصيل اللي انا كنت جايبها. انا كنت فاكر ان انتوا هنا
هتبقوا عارفين اكتر مني ناس كتير. طبعا انا نسيت اقول ان اول نقيب للمحامين كان الهلباوي باشا. عايز اكلمك كمان ان من ضمن اعضاء النقابه دول كان الرفعي وكان محمد باشا صبري ابو علم اللي ليه اشهر شارع في مصر، وكان بينهم ثلاثة اقباط منهم قبطي كان بيرج المحكمة وحافظ القرآن، فكري باشا مكرم عبيد. الناس دي كلها عملت شرف للمحاماة، شرف للمحاماة. الناس دي كانت خبرتها وقوانينها وتشريعاتها كانوا مرعبين. انا يعني اسمح لي عشان بياخد منك الكلمه، كانوا مرعبين فعلا. لما تقروا قصص حياتهم، لكن سيبونا اقول لكم ان الشلقاني اللي كان نقيب للمحامين حصل خلاف بين ضباط البوليس وبين المحامين، ومن قوه نقيب المحامين بكل ادب وباكواد القانون، اكبر جمال عبد الناصر الرئيس جمال عبد الناصر على زيارة مبنى نقابة المحامين وارتدى روب المحاماة وحضر مع المحامين مؤتمر، واعتبر المحامين هذه الزيارة بمثابة صلح بينهم وبين الدولة وبين الشرطة. أنا بوريك فرد، اوعى تشعر ان انت قليل، اوعى تبص للأمثلة الانهزامية، اوعى تفكر ان المحاماة مكتب وبدلة وجرافطة. وامتداد لهؤلاء الناس بقى، سنة 85 اتخذت مننا طابة وكون فريق من 24 واحد كان بينهم 9 محامين. لو تسمحوا لي اقول بعض الاسماء منهم ده بعد اذن السيد، لان انا بتكلم في مجال مش مجالي، لعل وعسى يكون هناك خطا. طبعا لا كان هناك احد المحامين يهمني ان انتم تعرفوه وتبحثوا عن كتبه، اسمه احمد صادق القشيري. احمد صادق القشيري دخل مجلس الدولة مرغما، فقدم استقالته وسافر إلى باريس وحصل على دكتوراه في القانون الدولي العام. أنا عايز أجيب تاريخ أحمد القشيري قبل أن يقضي نحبه سنة 2019. تمت مراجعته من محكمة العدل الدولية، في مقال كتب في الأهرام عندما قام الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فطلب من العرب في مقاله في الأهرام اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وقال إن حال اللجوء لمحكمة العدل الدولية في اعتبار دولة محتلة بالتاريخ وبقرارات مجلس الأمن، يجب على الدول اللي أيدت القرار أن تمثل أمام محكمة العدل الدولية، إن رفضت هذه الدول المثول أمام المحكمة يكون رأيها باطل، وقد كان وتعطل القرار، ما أيدتوش 153 دولة. عايز أقول لك هنا إنه كان مرتب الأفكار، كان بيقرأ مؤسسي دولة الاحتلال كان لهم كلمة مشهورة، طالما العرب لا يقرؤون لن ينتصروا.
فاوعى تبقى فاكر ان مظهرك ولكن داخلك خاوي الوفاض من الاكواد بتاعت القانون وكيفية تطفيرها وصياغتها بلغة عربية سليمة. القصة هي كده، القصة ملهاش اطلاقا علاقة ما بين علاقتي ايه برئيس النيابة اللي قدامي خالص. واكم من وزراء عدل كانوا محامين. عايز اقولك تاني ان احمد صادق القشيري له 100 مؤلف بيدرسوا حول العالم وحكم في 100 قضية في مشارطات التحكيم. لكن عايز اقول برضو ان ما كانش لوحده. احمد صادق القشيري كان معاه مجموعة، المجموعة دي كانوا 9، التسعة كان على رأسهم المفترض ان اي حد ممكن يرد او يقفز في الكلام بطريقة استفزازية، والحمد لله ان ده مش موجود هنا، فهيقول ان الدكتور مفيد شهاب. ابدا ابدا ما كانش مفيد شهاب، ولا كانت القوات العسكرية او القادة العسكريين اللي تم تعيينهم من قبل الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس الراحل. ابدا ما كانش كده. كان معالي الدكتور عصمت عبد المجيد كلية حقوق جامعة اسكندرية، معالي الوزير احمد ماهر اللي كان سافرنا في الاتحاد السوفيتي او في روسيا في هذا الوقت كلية حقوق جامعة القاهرة، الثالث كان ماسك اللي كان امين عام جامعة الدول العربية، كان ماسك الوفد المصري في الامم المتحدة، كان خريج كلية حقوق جامعة القاهرة، معالي السفير نبيل العربي، وبعد كده امين عام جامعة الدول العربية. الثلاث كانت كلية الحقوق بتقود مصر. اوعى تفتكر ان المحاماة صوت عالي ولا بلطجة، ابدا. انت بتعلم هيئة المحكمة، ويمكن فات عليكم كتير على حضراتكم قيمة اسمها قيمة الرصد. كنت ترى في الافلام العربية القديمة ان يترجل احد القضاء ويقول نورت المحكمة، يعني اضفت. اسمحوا لي كمان اقول لكم على حاجة تانية. كان هناك محامي اخر اسمه سميح صادق، كان متواجد في القصة دي. الناس دي وقفت قدام لوبي يهودي قانوني عالمي وكتبت مذكرات دفاع أخرست اللجنة. ما كانش قدامهم أي حاجة تانية يقولوها إلا أن يحكموا بعودة الجزء البسيط ده حتى لو كان سنتي إلى مصر مرة أخرى. عايز أقول لحضراتكم كمان على موضوعين. أنا قلت على موضوع الوعي، وعايزك تعرف ان الايام دي احنا بنخوض حروب نفسية من الجيل الخامس والسادس، وكل الرسائل اللي بتوصلك دي رسائل هدمية. ما تصدقش كل اللي بيجيلك، حتى اللي بيكتب في الجرايد انا بقول لحضراتكم ما تصدقوش. بلدك بلد قوية جدا، ولكن محاطة بأعدائها من كل اتجاه.
العالم بيتغير. بلدك هتبقى قوية بيك انت لما تبقى قوي. نعم. لكن لو شعرت في مرة بالضعف وصدقت اي معلومة خاطئة سربت اليك هترجع ورا 1000 خطوة. واسمحوا لي حضراتكم بعد اذن معالي النقيب وسيادة الفريق يوسف وهشام بيه وحضراتكم اقول لكم على حاجة بسيطة. انا بوصل لك المعلومة واعدائك بيوصلوا لك المعلومة عن طريق الافلام. كل حاجة انت بتشوفها افلام لهدمك انت. القرآن بيقول الرجال قوامون على النساء وهم بيتكلموك برا عن حقوق المرأة. هم ما يقدروش يتكلموا برا كده عندك انت بس. هم ارتكبوا فظائع على مستوى العالم وبيكلموك انت بيقولوا لك انت عندك في السجن كام واحد. اي تصرف تقرأه في الصحف ما انتش عارفه ولا فهمه اعرف ان الرؤية او رؤية القادة رؤية القادة غير رؤيتك انت. رؤية النقيب غير رؤية المحامي المتخرج غير رؤية المحامي اللي بيشتغل بقاله 10 سنين. هناك ابعاد في كل اتجاه. في قضايا اسمها قضايا الامن القومي. ان قلت لك ان القمح مش هيكفينا الا 3 شهور اعرف ان القمح موجود 30 شهر. بس انا مش هكتب كده. ولنا في الرئيس البطل الشهيد محمد انور السادات اكبر مثل في خطة الخداع الاستراتيجي اللي نفذتها القوات المسلحة. البلد او الوطن مش الابطال اللي انت بتشوفهم طول الوقت. الوطن مش محمد رمضان ولا راقصة بتدعي ان تم عمل ليها. مش ده الوطن. ولا رئيس نادي زالف اللسان ابدا. دي لو سمحتوا دي قضايا. القضايا دي انا بعرضها علشان اضحكك مش عشان تحترم. اقرأ بعين الفاحص الواعي. وبعيون الفاحص الواعي هترى أمور كتيرة. أنا عايز أقول لحضراتكم على سطور أخيرة. الوعي اللي هيكون عندك هيرتبط بقصة اسمها التخطيط. إذا كان وعيك يقص وبتعي لكل خطوة هتخطط صح لمستقبلك وهتصل لأعلى الدرجات في مجالك. أما إذا كنت متردد انهزامي معقد بتبص للي حواليك رافض وجودك شاعر ان الوطن او بلدك ضيقه عليك ان حقك متاكل يبقى خلاص خلاص انسحب. ربنا سبحانه وتعالى نزل آية اسمها الذي قدر فهدى. كتب فيها حضرة الإمام علي 30 كراس أو مخطوط. الذي قدر الأقدار وهداها على أصحابها وهدى أصحابها عليها وهدى الاثنين على بعض. عشان كده احنا دايما بنقول الحمد لله.
ممكن تكون هناك أخطاء وثقافة واتجاه عام لصناعة العرر، أجيب شخص عرة واديله قيمة زي ما تقعد وأكلمك باحترام ولاقيك قاعد بتضحك أو بترد على تليفون أو بتكلم اللي جنبك. لكن تقدر تحفظ على نفسك لسانك واحترامه. وأنا كمان من واقع شغلي أنا كضابط عايز أقولك إن أكتر مواطن كان بيوقفني انتباه اللي فاهم، ما كنتش بعرف أعمل معاه حاجة، لكن الجاهل أبو صوت عالي كنت بعرف أعمل كل اللي أنا عايزه، لكن اللي فاهم صعب جدا. ولذلك عايز ألفت انتباه حضراتكم لكلمتين في منتهى الخطورة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة تعقلون 28 مرة أو فيما شابه كده، وتتفكرون 18 مرة في القرآن. زي ما اجي اقول لك انت ما فكرتش ولا ايه؟ معقوله ما فكرتش؟ انت حسبتها ازاي؟ دول العالم جميعها فيها فساد، وفساد انا عايز اقول ان الريت بتاعه عالي جدا. يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان زي يعني مع احترامي لاستاذي الدكتور هشام واستاذي معالي الفريق يوسف، انا سافرت بره، صحيح البلاد جميله قوي قوي، لكن كلما شعرت انك في مجتمع بيبيح الرذائل والمثليه واشياء كتير قوي من هذا القبيل وبطريقه منظمه، فساد منظم وليه قانون، تفقد الأمان. وطنك هو اللي هيساعدك، وطنك قوي بيك انت، وانت قوي بمعلومتك وبفضيلة القراية، قراية القانون والحفاظ على علاقتك بالقانون، وان انت مش لا تفترض، اوعى تبقى فاكر ان المال هو كل شيء. هناك قضايا قدرية، حتى المال مش هيحلها، لكن ما تسرب من الطابور الخامس. الطابور الخامس ده لم تجنده أجهزة عشان تبقوا فاهمين، ولكن الدافع للفساد لما بتجيب شخص فاسد العقل تحطه في مكان فهيختار فاسدين حواليه، فهيبتدي المجتمع ده يكبر. الفاكهة بتعدي بعضها، اوعى تبقى فاكر ان اللي في السوشيال ميديا الكلام ده هو اللي حقيقي ابدا. ومن العولمة اللي درست للشعب المصري قصة البيجرينج او الشحاتة في رمضان، تبرع 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 تبرع. اذا كنت انت راجل بتؤدي زكاتك وفاهم، هتفهم ان هو مجرد اعلان في الاخر، لكن غيرك لا. التأثير في الوعي الجمعي العام ما بقاش تأثير او مجرد تأثير، بقى نهش، بقى نهش. فبقعد اقول كل شوية ممكن قد تجد شخص
يطلع وتفتكر ان هو بيترجل في الكلام. ابدا، هو علشان عنده عطب او خلل عقلي انا عايز اضحكك عليه، فبدفع بيه للسوشيال ميديا عشان اعمل اعلى مشاهدة. واعتقد ان بعضكم بيبص على امثلة بيسأل نفسه 1000 مرة هو الشخص ده او الفرد ده ما بصش في مراية، ما فكرش هو بيقول ايه. لا ما فكرش. الناس دي ليه ما فكرتش؟ انا هقول لك اخطر جملة حطها دايما في ذهنك. الفهم ده نسب، نسب. ممكن بعينيك تبص 1000 متر قدام، لكن ممكن شخص تاني يبص 2000 متر. فقضية الوعي قضية خطيرة. لو كل شخص، وانا هستعير الكلمة دي من سيادة الفريق يوسف، كل شخص حاول ان يحصن اسرته او عيلته او اطفاله هيرتفع الوعي الجمعي العام. في كتب الحرب النفسية، وانا يهمني اقول لحضراتكم المثل ده، وانا مش هطول عليكم علشان انا عارف ان انا ارهقتكم، وكانت المحاضرات انا استمتعت بيها من يوسف بيه وشام بيه، فانا مش عايز اقول كلام يبوظ اي حاجة انتوا سمعتوها، لكن يهمني اقولها لكم. في كتب الحرب النفسية لما سافرنا بره وجبناها، كان فيها حاجة اسمها اللعب على عدم الإدراك الجمعي للجماعة. يعني ايه عدم الإدراك الجمعي للجماعة؟ اقول لك انا، يعني سين من الناس يا جماعة سرق 700 مليار، فقعدت الناس على القهاوي تقسم الفلوس اللي رجع، فكل واحد قال للتاني انت هتاخد 27,000 دولار. عدم مفيش وعي جمعي، عدم الإدراك الجمعي للجماعة. زي ما حب واحد استولى على قطعة أرض فيقول الأرض دي فيها عفريت، فالناس فتتصاعد القصة. تتصاعد إزاي؟ أقول لك، الإشاعة 3 أنواع. اعرف دايما أن الإشاعة، وقد تعلمنا الكلام ده في فرق البحث وفي الفرق الأمنية المتخصصة، أي إشاعة تسمعها، أي إشاعة، اعرف أن نصفها حقيقي، نص الإشاعة حقيقي. الإشاعة 3 حاجات، يا إشاعة غاطسة. يعني إيه غاطسة؟ يعني بتظهر وتختفي بظهور الشخص. كل ما أشوف فلان فأقول مدام فلان جه يبقى أكيد هتحصل النهاردة مشكلة، مدام أنا شفت أستاذ فلان في المحكمة يبقى أكيد في قضية كبيرة النهاردة جاي يترافع فيها. دي الإشاعة الغاطسة. فأنت كل ما هتشوف حاجة، زي ما تمشي في الشارع تلاقي زحمة تقوم قايل إيه ده أكيد حد معدي، وهي ممكن يكون حادث والناس موقفة الطريق. وفي إشاعة تانية بتكبر اسمها زاحفة. أنا قابلت سين من الناس هنا ولقيته بيكلم أحد زميلاته وأنا ساكن معاه في نفس الشارع، فعقبال ما روح مصر الجديدة تكون ما كانش بيكلمها، دول راحوا وركبوا مركب واتجوزوا وخلفوا. تبتدي الإشاعة تكبر. في ضباط متخصصة أو أجهزة متخصصة في هذا الكلام. أنت نايم في بيتك ولا تعلم إيه اللي بيدور عشان أمنك الشخصي. يفضل حاجة واحدة عايز أقول لحضراتكم، المحامي الذكي هو اللي بيملك علاقات عامة قوية تتسم بالمصداقية، فهيساعد في كل جهة يروحها. لما بيحدث اشتباك كلامي في الشارع بيبقى واحد من الأطراف دي
مخطئ. هي دي الحقيقة؟ هي دي الحقيقة، وانا بقولها قدام سيادة النقيب واجزاء كتيرة جدا عشان تبقى عارف في الخلافات دي بتبقى مسيسة مسيسة، فمش كل حاجة نقدر يحصل فيها احتكاك. انا شخصيا كنت بشوف كارنين قبط المحامين وكارني سليم بقول له اتفضل اتفضل، لكن اوعى تبقى فاكر ان صوابعك زي بعضها، لكن تأكد ان كل الاجهزة اللي موجودة فيها ناس كتير قوي شرفة وناس كتير قوي محترمة، ولو بحثت ورا كل واحد منكم هتلاقي ليه احد اقرباءه ضابط او والده ضابط او ليه او عسكري، هو كان عسكري. فاوعى تتخذ من الناس اللي هتعتمد عليها اعداء. انا لسه ما اعرفكش، هعرفك لما اشوفك. حضرة الامام الشافعي كان بيقول المرء مخبوء تحت لسانه، وويليام شكسبير كان بيقول كلمة جميلة، اللي كتب النوفلز العالمية ماكبث وحلم ليلة صيف، كان بيقول ايه؟ تكلم حتى اعرفك. وانا بكرر لكم تاني ودي اخر كلمة، انا اتعلمت من قادة كبار ان انا اعمل حساب اللي بيفهم، مش اللي يفهم ابن البلد، لا، اللي فاهم قانون كويس، عشان ده لو انا اخطأت هيحرجني. صح يا فندم؟ ولا انا؟ وشفت قضايا كان فيها محامين بتترافع، قد يصل الامر ان القاضي يقول للمحامي احسنت بس انا عايز اعرف القانون ده في كتاب مين، يقول له يا فندم في كتاب كذا، يقول له طب ممكن استاذنك اطلع عليها، يقول له طبعا. انا متشكر جدا واسف